يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ايه ده؟ يعني جزء بسيط في المنهج، يعني المفروض درجاته انت ضامنها، يعني بيكبر اسمه حاجه بتزود وحاجه بتنقص، انت ممكن تخسر في درجاته، لكن بجد دي سهله، فانا عايزك تسهل على نفسك، ما تستصعبش الموضوع، ظبطه بدماغك، مواضيع بسيطه وسهله، فدرجات الدي ان ايه المفروض تبقى مضمونه بالنسبه لك. تعالى كده نراجع احنا قلنا ام دي ان ايه عشان نظبط الدنيا وافكرك باللي قلناه. احنا قلنا في الجزء ده من المنهج هنتكلم على حاجه اسمها نيوكليك اسيد، والنيوكليك اسيد اللي اسمها احماض النووية، اسمها نيوكليك ليه في النيوكليك، اسمها نووية ليه موجودة في النواية، وهما اتنين هنتكلم عنهم، يا اما ار ان ايه اللي اسمه رايبو نيوكليك اسيد، يا اما دي ان ايه اللي اسمه دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. ركز معايا يلا، واتفقنا مع بعض ان السيمبل يونت بتاع اي نيوكليك اسيد يسمى نيوكليوتايد، اللي عباره عن ثلاث حاجات شابكين مع بعض، نيتروجينس بيز مع بنتوز مع فوسفين، واتفقنا نيتروجينس بيز وبنتوز بس يبقى اسمها نيوكليوتايد، ولو حطيت على نيوكليوزايد فوسفين يبقى اسمه نيوكليوتايد. احسن، لقينا ان الفوسفين معروفه H3PO بوند اللي هي بي دبل بوند او او اتش او اتش او اتش، ولقينا البنتوز حاجه من اتنين، يا اما ريبوز بالار ده في الار ان اي، يا اما دي اوكسي ريبوز بالدي دي بي دي ان اي. اللي مش عارفه بقى هو البيزز، والنيتروجينس بيزز حاجه من اتنين، لو صغيره يبقى اسمها باي ريميدين، ولو كبيره يبقى اسمها ايه؟ بيورين. قلت خلاص ندرس بقى البيريميدين والبيورين، بدأنا بالبيريميدين، وانا فيها رينج تسمى بيريميدين رينج، وعندي نوعين، نوع اسمه ميجور بيريميدين ونوع اسمه ماينور بيريميدين. الميجور بيريميدين اتفقنا ثلاثه، يوراسيل بالار بالار ان اي، ثيمين بالتي ده في الدي ان اي، وسيتوزين بالسي ان بوث وار ان اي، واتفقنا اتفاقات مع بعض، مين الفايف ميثايل يوراسيل؟ ثايمين. مين الامينو بايريميدين؟ سيتوزين. واتفقنا لو عملت دي امينيشن للسيتوزين يديني يوراسيل، ولو عملت ميثايليشن لليوراسيل يديني ثايمين. والماينور بايريميدين احفظهم اثنين، واحد اسمه داي هايدرو يوراسيل، والثاني اسمه ايه؟ ميثايل سيتوزين. ومنها دخلنا على البيورين، وقلنا البيورين اسمهم بيورينز ليه؟ عشان فيهم رينج تسمى بيورين رينج، ودي واحده ولا اتنين شابكين مع بعض؟ بايريميدين شابكه مع واحده اسمها ايه؟ اميدازول. وعندي اربع انواع من البيورين، في ميجور بيورين، وفي اوكسي بيورين، وفي ماينور بيورين، وفي ميثيليتد بيورين. الميجور بيورين سيادتك هما اتنين، ادينين وجوانين. موجودين دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ دي ان ايه وكمان ار ان ايه. وقلنا سيادتك الاوكسي ثلاثه، هايبوزانسيت وزانسيت ويوريك اسيد، هل دول داخلين في تصنيع الدي ان ايه؟ لا. تصنيع الار ان ايه؟ لا. دول انترميديتس، مركبات في النص، بيكونوا وقت السنثيسيس او الكاتابوليزم اوف الميجور بيورين. واتفقنا مع بعض لو ادينين وعملت له دي امينيشن يديني هايبوزانسن، لو جوانين وعملت له دي امينيشن يديني زانسن، والاثنين مع بعض يدوا في الاخر ايه؟ يوريك اسيد. وطالما اسمه يوريك اسيد يبقى ينزل فين؟ النورمال ليفل في الدم كام؟ 7 مللي جرام بير ديسريت، ولو زاد عن 7 مرض اسمه جاوت او هايبر يوريزيميا، اعالجه بدواء اسمه اللوبيورينول. ومنه دخلنا على الماينور بيورين، وهو واحد بس اسمه ميثايل جوانين او ان 7 ميثايل جوانين. طب الميثايليتد بيورينز دول ثلاثه،
حبيب الملايين اللي اسمه جافاين موجود فين؟ في الكوفي. وثيو في الليم بالتي تي بالتي. وثيو برومين في الكوكو اللي هو الكاكاو. ودول لا موجودين دي ان ايه ولا موجودين ار ان ايه. شغلتهم انهم ماسكين الناس ستيمولنت وكمان دايوريتك. والاند برودكت بتاعهم از نوت يوريك اسيد. لما بيكسروا ما يدوش يوريك اسيد. يبقى دي ار كونترا ولا نوت كونترا انديكيتد؟ نوت كونترا انديكيتد ان كيس اوف جاو. اللي عنده جاو يشرب شاي وقهوه وكاكاو عادي جدا. وقلنا ازاي بقى نشبك النيتروجين بيز مع البنتوز مع الفوسفيت عشان نعمل نيوكليوتايد. وقلنا نبدا بالصغيره. الصغيره اسمها نيوكليوزايد. وهشبك او بيز مع بنتوز. قال لك سي 1 برايم في البنتوز تشبك مع ان 1 لو البيز بايرميدين ومع ان 9 لو البيز ديورين. وبونت اسمها ان جلايكوسيديك بوند. ولو عايز النيوكليوزايد تبقى نيوكليوتايد هضيف ايه؟ فوسفيت. فين؟ بتي 5 برايم. وبوند تسمى فوسفيت ستار بوند. احسن طول. حلو الكلام. ولو عايز اضيف فوسفيت ثانيه على الاولى باي انرجي، واحده ثالثه على الثانيه برضو باي انرجي. ما اقدرش اضيف اكتر من ثلاثه اخر ثلاثه. وقلت اتنين ان بي عالميين هبني عليهم الموضوع كله عشان افرق كربونات البنتوز من كربونات البيز. كربونات البنتوز تاخد ايه؟ برايم 1 برايم 2 برايم 3 برايم 4 برايم 5 برايم. فلو عندي نيوكليوتايد وقلت لك فين سي 4 اروح للبيز، فين 4 برايم اروح فين؟ للبنتوز. كربونات البنتوز دايما تاخد ايه؟ برايم. الحاجه الثانيه انا عندي نوعين من نيوكليوتايد. نوع فيه ريبوز يبقى اسمه ريبو نيوكليوتايد وده داخل في الار ان ايه. ونوع فيه دي اوكسي ريبوز اسمه دي اوكسي ريبو نيوكليوتايد وده داخل فين؟ في الدي ان ايه. لو عايز اعرف اللي مرسوم قصادي ده ار ان ايه ولا دي ان ايه، ابص على البنتوز وابص على 2 برايم. لقيت في 2 برايم او اتش دي ريبوز ودي ريبو نيوكليوتايد وداخله في الار ان ايه. لقيت على 2 برايم فقط اتش يبقى دي اوكسي ريبوز ودي دي اوكسي ريبو نيوكليوتايد وداخله في تصنيع مين؟ الدي ان ايه. وبدأنا نعرف ازاي بقى من اسم البيز نجيب اسم النيوكليوزايد ونجيب اسم النيوكليوتايد. يقول لك لو البيز بيورين اسم النيوكليوزايد بيجي من اسم البيز بإضافة المقطع ايه؟ أوزين. فلو عندي أدينين وشبكتها المفروض تبقى أدينوزين مونو أو داي أو ترايفوسفيت أو ساعات تسميها أدينيليك أسيد. طب جوانين وشبكة مع بنتوز جوانوزين مونو او داي او ترايفوسفيت او جوانيليك اسيد. طب زانتين زانتوزين مونو او داي او ترايفوسفيت او زانتيليك اسيد. طب الهايبوزانتين اينوزين. فلو قال لي في الام سي كيو ايه النيتروجينس بيز اللي في الاينوزين اختار مين؟ هايبوزانتين. ولو حطيت فوسفيت اينوزين مونو او داي او ترايفوسفيت او بسميها اينو زينيك اسيد. طب لو البيز بايريميدين اسم النيوكليوزايد بيجي من اسم البيز باضافه مين؟ دين. فلو عندي يوراسيل يوريدين مونو او داي او ترايفوسفيت او يوريدينيك اسيد. فلو عندي ثايمين ثايمين مونو او داي او تراي او اسميه ثايمينيك اسيد. لو عندي سايتوزين سايتيدين مونو او داي او تراي او اسمي سايتيديليك اسيد. حلو الكلام. ومنها دخلنا على موضوع نار وشرار. نار وشرار اسمه فري نيوكليوتايد. وقلت كلمه فري نيوكليوتايد يعني نيوكليوتايد بالمعنى المعتاد نيتروجينس بيز مع بنتوز مع فوسفيت، لكنها لا تدخل بتصنيع الدي ان ايه ولا تدخل بتصنيع الار ان ايه. وموجوده في الجسم فري وتؤدي وظيفه فسميتها فري نيوكليوتايد. وعندي اربع انواع، في ادينين فري نيوكليوتايد، وفي جوانين فري نيوكليوتايد، وفي سيتوزين فري نيوكليوتايد، وفي يوراسيل فري نيوكليوتايد. بدانا بالادينين، قلنا اول واحده اي ام بي اي دي بي اي تي بي.
لو قلت لك اختار واحده من ثلاثه وقول هي دي الكرنسي اوف اي تي بي اي تي بي وباخد منه الانرجي اللي بعمل بيها اي ورك سواء كان ميكانيكال ورك او الكتريكال ورك او كيميكال ورك وكمان السايكليك اي بي اسمه سايكليك اي بي او بالكامل 3 برايم 5 برايم سايكليك اي بي قال لك هو عباره عن اي ام بي عادي جدا وفي فوسفيت شبكه 5 برايم وفوسفيت استر لكن نفس الفوسفيت اللي شبكه 5 برايم وفوسفيت استر راح الشبكه كمان ب 3 برايم برضه فوسفيت استر يعني الفوسفيت يا طه عملت كام استر؟ 2 فالبوند جوه السايكليك بي اسمه فوسفوداي استر وعملت حلقه عملت سايكل جوه الاي بي فده منه سايكليك اي بي السايكل دي واخده 3 برايم وكمان واخده 5 برايم فده منه 3 برايم 5 برايم سايكليك اي بي وده بقى بيصنع من الاي تي بي بينزيم اسمه ادينايليت سايكليك ويتكسر ل 5 برايم اي بي بينزيم اسمه فوسفوداي وظيفته انه هرمون سكند ماسنجر يوصل الرساله من الهرمون للانزيم يا اما يعمل له اكتيفيشن يا اما يعمل له ايه ليه عشان بينشط انزيم اسمه بروتين كاينيز ايه بيعمل فوسفوريليشن للانزيم ازاي السايكليك ايه دي بقى بينشط البروتين كاينيز ايه يقول لك الان اكتف بروتين كاينيز ايه ده مكون من 4 سابيون يعني تترا مر اتنين اسمهم سي كاتاليتيك وهم اللي بيعملوا التفاعل واتنين اسمهم ار ريجولاتري وهم بينظموا التفاعل وكل ار ليها اتنين بايندينج سايت للسايكليك اي بي لو الاتنين ار كابسين على نفس الاتنين سي اسمه ان اكتف بروتين كاينيز لو ساعدت الباشا موجود السايكليك اي بي كل ار تروح شبكه في اتنين سايكليك اي بي ويحصل لها ريليز واسيب الاتنين سي لوحدهم لما الاثنين سي لوحدهم يبقى اسمه اكتف بروتين كاينيز ايه ويشتغل ويعمل التفاعل عشان كده يقول لك ايه الاي اكتف بروتين كاينيز ايه بيبقى تترامر لكن الاكتف بروتين كاينيز ايه دايمر وهو اكتف شغال ايه دايمر هو اثنين لكن الان اكتف اثنين سي واثنين ار يبقى تترامر الاكتف لا مفيش ار في اثنين سي بس يبقى الاكتف بيبقى ايه بيبقى دايما ودي سيادتك تاني حاجة في الادينين فري نيوكلوتايد طبعا نستكمل بقى حوارنا وندخل على تالت حاجة وهي السام السام خدناه وقليب وخدناه بالتفصيل اسمه اس ادينوزايل ميثيونين ده حتى بالأمارة كنت بصنعه من الميثيونين والاي تي بي كان بيدخل اي تي بي اطلع منه الثلاثة فوسفين دي بي اي وبي اي واروح مشبك الميثيونين مع الادينوزين عن طريق السلفر فسميته اس ادينوزايل ميثيونين لو حد بيفهم يقول لي هو السام بهذا الشكل فري نيوكليوزايد ولا فري نيوكليوتايد نيوكليوتايد هل يحتوي على فوسفين؟ ده دخل اي تي بي روح تطلع منه الثلاثه فوسفين صح ثلاثه فوسفين انه عباره عن ميثيونين وادينوزين بس الوحيد فيهم كلهم اللي فري نيوكليوزايد هو السام الوحيد عشان كده الطالب يطلع من الامتحان دكتور انا قفلت المنهج قفلت الامتحان كله قلت له عملت ايه في سؤال الفري نيوكليوزايد قال لي كتبت اي تي بي وجي تي بي وسي تي بي كل ده غلط الوحيد اللي فيهم كلهم ويسمى فري نيوكليوزايد هو السام ليه لا يحتوي على فوسفيت يا جماعه السام ده عباره عن ايه السام ده عباره عن ميثيونين شابك مع ادينوزين وبالتالي هو فري نيوكليوزايد وجه من تفاعل ميثيونين مع اي تي بي خرجت سيادتك الثلاثه فوسفيت وشبكت الادينوزين مع الميثيونين ده حتى ليه اسم تاني اسمه اكتف ميثيونين اسمه كده اكتف ميثيونين ليه اسمه اكتف ميثيونين اصل الميثيونين في ميثايل لكن الميثايل دي ما يقدرش يتقال حد هو كان تاكت از ميثايل دونر مع انه فيه ميثايل لكن لما اشبك في الميثيونين ادينوزين يقول لك الميثايل بتاعته تبقى لابايل متحركه
وممكن السام يشتغل كايه؟ كميثايل دونر. فعشان كده اسمه سام صح، اس ادينوزايد ميثايونين صح، او اسميه اكتف ميثايونين. ليه اكتف؟ لانه يقدر يشتغل كميثايل دونر، لكن ميثايونين لوحده ده ان اكتف ما يشتغلش كميثايل دونر. واخره حرف الاف ويشتغل ميثايل دونر ويدي ميثايل لاي اكسبتور، ولما السام يفقد الميثايل يا محمد يسيح ويبقى اسمه ايه؟ سايح. اللي اسمه اس ادينوزايد هوموكسيسين. اهم كلمه هنا هو ليس فري نيوكليوتايد، هو فري مين؟ نيوكليوتايد. والوحيد اللي فري نيوكليوتايد هو السام. تعال اللي بعده، اللي بعده باب وباب وباب، يبقوا باب. باب وباب وباب يبقوا باب. كنت زمان في اول الموديول ولسه عيل صغير واقول لك احفظ درس وخلاص، لا انت كبرت، انت بتقفل الموديول، احفظ بقى الفولين. اسمه 3 برايم فوسفو ادينوزين 5 برايم فوسفو سلفين. انا بامانه ربنا في كل الاسم الكبير ده مش عارف غير كلمه ادينوزين دي اللي عرفته. تعالى يا عم ارسمها لك يا عم. ادي الادينوزين عباره عن ادينين شبكه مع ريبوز. يا رب يقولوا يا رب، يا رب والنبي يقولوا يا رب، يا رب يفرحوني بيهم ويقولوا يا رب. هو سي 1 برايم في الريبوز يشبك مع ان كان في الادينين 9 عشان ده بيورين، والبوند اسمها ان جلايكوسيديك بوند. وادي سيادتك اهي 5 برايم عباره عن سي اتش 2 اتش، ده اسمه ادينوزين. ده اللي اعرفه. عشان يبقى بابس اعمل ايه؟ قال لك هاجي في 3 برايم احط فوسفيت، وهاجي في 5 برايم احط فوسفيت وكمان سلفيت. فده عباره عن ادينوزين في 3 برايم شابك فوسفيت، وفي 5 برايم شابك فوسفيت وسلفيت. فلو حبيت اسمي 3 برايم فوسفو ادينوزين 5 برايم فوسفو سلفيت. طبعا مش مهم الرسمه يعني، بس انا فاهمك الاسم جه ازاي. هو ادينوزين في 3 برايم فوسفيت و5 برايم فوسفيت وسلفيت، فاسميه 3 برايم فوسفو ادينوزين 5 برايم فوسفو سلفيت. ده اللي اسمه بابس. ده حتى بالاماره كان اخره حرف ايه؟ الاس. وشغال ايه؟ سلفيت دونر مش سلفر، سلفيت. انا قلت لك زمان في اول حصه بالبايولوجيتك السلفر اس، السلفيت SO4-2. هو مش سلفر دونر، هو سلفيت دونر. لاي مركب عايز سلفيت، الاشهر مين؟ جابس. وكمان مين؟ السلفوليبيد. وكمان بستخدمه في حاجه اسمها دي توكسيفيكيشن، ازاله السموم. يبقى الباب سلفيت دونر لتصنيع الجابس وتصنيع السلفوليبيد وكمان الدي توكسيفيكيشن. طب هو فري نيوكليوتايد ولا فري نيوكليوتايد؟ نيوكليوتايد. ما في فوسفيت اهو. الوحيد اللي فري نيوكليوتايد هو السام. طب تعالى اللي بعده. اللي بعده سهل قوي بقى. قال لك فري نيوكليوتايد كونتيننج ادينين اند فيتامين. يعني في فري نيوكليوتايد فيها ادينين وكمان فيتامين واكتا از اكو انزايم. انا مقسمهم لك حسب نوع الفيتامين. تعالى ناخدهم كده ونراجع الفيتامين مع بعض. اول واحد فيتامين بي 3 فاكره؟ كان اسمه نياسين وكان بيدي 2 كو انزايم بحرف الان. فاكرهم يا بايظ؟ ناد وناد بي. على فكره دول نيوكليوتايد. اثبت لك هو الناد اسمه ايه؟ نيكوتيناماين ادينين تاي نيوكليوتايد. دي نيوكليوتايد. هي الناد بي اسمها ايه؟ نيكوتيناماين ادينين تاي نيوكليوتايد فوسفيت. برضه نيوكليوتايد. يعني الناد والناد بي دول نيوكليوتايد. وفيهم بوز ادينين وكمان فيتامين بي 3 فيهم الاثنين. شغلتهم ايه؟ هيدروجين كارير. بيشيلوا هيدروجين. الناد تبقى ناد اتش بلس اتش والناد بي تبقى ناد بي اتش بلس اتش. فلو قال لي انيوميريت 2 فري نيوكليوتايد كونتيننج ادينين واكت از هيدروجين كارير، هقول الناد وهقول كمان ايه؟ الناد بي. فيهم ادينين وفيهم فيتامين بي 3. طب تعالى نشوف بي 2. فاكر بي 2 كان اسمه ايه؟ فاد رايبوفلافين صح؟ ده بيدي حاجتين، بيدي اف ام ان وبيدي اف دي. يعني حته حلوه قوي. خلي بالك الاف ام ان لا يحتوي على ادينين. الاف ام ان شغال سيادتك ككو انزايم بس ما فيهوش ادينين.
ده حتى اسمه فلافين مونونيوكليوتيد. لكن الفات ده اسمه ايه؟ فلافين ادينين داينيوكليوتيد. فلو قال لك عايز سيادتك كوينزايم في ادينين وفي فيتامين بي 2 ما تقولش اف ام ان. الاف ام ان لا يحتوي على ادينين، ده حتى في اسمه فلافين مونونيوكليوتيد. لكن اللي فيه ادينين الفات اسمه فلافين ادينين داي نيوكليوتيد، والاثنين شغلتهم هيدروجين كارير. اف ام ان يشيل هيدروجين اسمه اف ام ان اتش 2، وفات يشيل هيدروجين يبقى اسمه ايه؟ فات اتش 2. تعالى بي 5، مين فاكر اسمه ايه بي 5؟ لا اسم الفايت ده من ايه؟ بانتوثينيك، مش بلادونيك يا بايز، بانتوثينيك. وظيفته في الحياه بيدي مين؟ الكواش كوينزايم اي اس اتش، وده كان شغال كارير للفاتي اسيد، كان شغال ايسايل جروب كارير. لو شال اي فاتي اسيد يبقى اسمه ايسايل كو ايه؟ اسيتيك اسيد ايسيتايل كو ايه؟ ساكسينيك اسيد ساكسينايل كو ايه؟ هو شغال كارير لاي فاتي اسيد. كل دول سيادتك اهو عباره عن فري نيوكليوتايد فيهم ادرين. بدانا اي ام بي اي دي بي اي تي بي سايكليك ام بي سام، ده الوحيد اوعى تنسى ابدا اللي فري نيوكليوتايد. بابس اللي شغال سلفيت دونك وفيه فري نيوكليوتايد فيهم ادرين وفيتامين وشغالين كو انزايم، وعرفنا هما ايه. خلصنا الادرين فري نيوكليوتايد، تعالى يا حب بقى جوانين فري نيوكليوتايد. جوانين فري نيوكليوتايد زي مين؟ قال لك جي ام بي جي دي بي جي دي، ودول لهم اهميات انا اخدهم ان شاء الله في سنه ثانيه لما ناخد اندوكراين سيبك منه. لكن اللي يهمني قوي 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 سايكليك جي ام بي، او اسمه بالكامل 3 برايم 5 برايم سايكليك جي ام بي. لازم تعرف ان هناك فرق شاسع، اختلاف تام ما بين السايكليك اي ام بي والسايكليك جي ام بي. اول اختلاف في الاسم، هو التاني كان اسمه ايه؟ 3 برايم 5 برايم سايكليك جي ام بي، ده اسمه ايه؟ 3 برايم 5 برايم سايكليك جي ام بي. كمان في التصنيع كان السايكليك جي ام بي بيتصنع من الاي تي بي صح؟ بينزيم اسمه ادينايلين سايكلين، ده الاخر بيتصنع من الجي تي بي بينزيم اسمه جوانيلين سايكلين، يدينا اهو سايكليك جي ام بي. الثاني كان بيتكسر بينزيم اسمه فوسفودايستريز ل 5 برايم اي ام بي، ده برضه يتكسر بنفس الانزيم اللي اسمه فوسفودايستريز الى 5 برايم جي ام بي. الثاني كان عباره عن اي ام بي وفي سايكل، والفوسفيت شبكه مع 5 برايم ومع 3 برايم، فالبوند كان اسمها فوسفودايستر، ده برضه عباره عن جي ام بي يا علا وفي سايكل، والفوسفيت مع 5 برايم و 3 برايم بفوسفو داي استر. خد التقيله، هو السايكليك ام بي كشغلته ايه؟ هرمون سكن ماسنجر، هو بقى الاخر شغال هرمون سكن ماسنجر. شفت اختلاف؟ اختلاف ايه؟ ولا اي صنف الاختلاف. خلاص ده هو بالظبط. اقول لك سر، انا خدت كلمتين بتوع السايكليك اي ام بي كوبي وحطيتهم هنا بيس وغيرت مكان الايه حطيت جي، هو نفسه في كل حاجه بس مكان الايه حطيت ايه؟ جي. ايه اللي هزوده؟ قال لك شغلته الاضافيه انه ميدييتور فور الفازو دايليتور. كلمه ميدييتور يعني الفازو دايليتور شغاله عن طريقه، يعني الفازو دايليتور بتعمل فازو دايلاتيشن واتساع في الاوعيه الدمويه عن طريق السايكليك جي ام بي. بمعنى في يعني موسع للشرايين شهير قوي يسمى نيتروجليسرين، موجود في السوق باسم اسمه داي نيترا، بيتاخد يا جماعه في الناس اللي عندهم ضيق في الشرايين التاجيه، زي لو شرايين قلب بيضيق شويه ولا حاجه، زي الراجل يحس النغزه في قلبه يحس ان في الم، يروح حاطط قرص تحت لسانه. القرص ده بيطلع ماده اسمها نيتريك اوكسيد، الماده دي بتعمل فازو دايلاتيشن، عارف ازاي؟ عن طريق انها بتزود السايكليك جي ام بي، فلما يزيد السايكليك جي ام بي بيحصل ريلاكسيشن للسموث ماسلز بتاع البلاد فيسل، وبالتالي ايه؟ توسع. لما توسع يوصل
يعني دم كفايه للقلب وبالتالي الاعراض تروح. يبقى هو زي السايكليك اي ام بي بالظبط، بس ازود كمان عليه وظيفه انه ايه ميدييتور فور الفازو دايركت. يبقى اسمه ايه مره كمان؟ سايكليك جي بي. اسمه بالكامل 3 برايم 5 برايم سايكليك جي بي، عباره عن جي ام بي عادي بس الفوسفيت اللي شبكه في 5 برايم رجع شبكه كمان في 3 برايم وبوم اسمها فوسفو داي استربول. بيصنع من الجي تي بي بنزيم اسمه جوانيلين سايكليز، ويكسر ل 5 برايم جي ام بي بنزيم برضه اسمه فوسفو داي استربول. شغله هرمون سكند ماسنجر يقول لك مي انتاجونايز السايكليك ام بي. يعني ايه مي انتاجونايز؟ قال لك ساعات الهرمون اللي بيشتغل عن طريق السايكليك ام بي في هرمون اخر يشتغل عن طريق السايكليك جي ام بي ويعمل عكسه. يعني مش السايكليك جي ام بي اللي بيضاد السايكليك ام بي، الهرمون نفسه اللي شغال. يعني في هرمون يشتغل عن طريق السايكليك ام بي ويرفع الجلوكوز، هرمون اخر مثلا يعني يشتغل عن طريق السايكليك جي ام بي ويقلل الجلوكوز. يبقى الهرمون نفسه ممكن الاكشن بتاعه يبقى عكس الهرمون التاني اللي شغال عن طريق السايكليك اي ام بي. هي دي النقطه ولا غيرها؟ عيب عليك. يبقى سعاده الباشا ده السايكليك جي ام بي زي السايكليك اي ام بي بالظبط، بس ازود حته ايه؟ انه ميدييتور فور الفازو دايليتورز. حلو الكلام ده يا باشا. الجوانين فري نيوكليوتايد. تعالى اللي بعدها سميناه سايتوزين فري نيوكليوتايد. يس مش مهم امسح انا اسف. سي ام بي سي دي بي سي دي بي سايتوزين فري نيوكليوتايد سي ام بي سي دي بي سي دي بي. وزمان قلنا ان خير الامور اوسطها، فمين يهمني؟ قال لك اللي يهمني السي دي بي شغال ايه؟ قال لك شيال. يا شيال الحمول يا سيد بيشيل. السي دي بي بيشيل. قال لك بيشيل ايه؟ ممكن يشيل ايثانولامين وممكن يشيل كولين وممكن يشيل ده. الاسامي دي ما بتدعبش اي افكار عندك، ما بتدعبش افكارك، ما بتفكركش بذكريات اليمه. تبا لها. فوسفوليبيد فوسفوليبيد السي دي بي بيشيل ايثانولامين اللازم لتصنيع الفوسفاتايد الايثانولامين، بيشيل الكولين اللازم لتصنيع فوسفاتايد الكولين اللي اسمه الليتفن، بيشيل الداج اللي بعمل فيه كذا حاجه سيادتك الفوسفوليبيد برضه. يبقى سعاده الباشا السؤال هيجي كده انيوميريت فري نيوكليوتايد امبورتانت فور فوسفوليبيد سينثيسيس. مين الفري نيوكليوتايد اللي بستخدمه في تصنيع الفوسفوليبيد؟ سي دي بي. سي دي بي ده فري نيوكليوتايد ويستخدم في تصنيع الفوسفوليبيد. ليه؟ عشان شيال لمكونات من مكونات الفوسفوليبيد زي ايثانولامين وكمان كولين وكمان داج. ده اللي اسمه سايتوزين فري نيوكليوتايد. اخر نوع يا حبي يوراسيل فري نيوكليوتايد. زي مين يا واد يا ابراهيم؟ زي يو ام بي ويو دي بي ويو تي بي. وزمان قلنا خير الامور فاللي يهمني هو اليو دي بي. شغال ايه؟ شيال. يا شيال الحمول يا سيد. شغال كارير بتو. طب بيشيل ايه سعاده الباشا؟ بيشيل جلوكوز ويعمل يو دي بي جلوكوز. والنبي يا شيخ مش بتفكرك بحاجه اليو دي بي جلوكوز دي؟ فاكر لما كنت بصنع جلايكوجين وكنت محتاج اكتب جلوكوز دولار اسمه يو دي بي جلوكوز وصرت عباره عن تاكسي بيوصل الجلوكوز عشان احطه على البرايمر بتاع الجلايكوجين وهو يمشي. يبقى اليو دي بي ده بيشيل جلوكوز ويعمل لي حاجه اسمها يو دي بي جلوكوز. ده الاكتف جلوكوز دونر في جسمي بعمل بيه جلايكوجين يا بايظ، بعمل بيه جلايكوبروتين، بعمل بيه جلايكوليبيد. اي جلوكوز محتاجه في جسمي بجيبه منين؟ من يو دي بي جلوكوز. كمان ممكن يشيل جالاكتوز ويعمل يو دي بي جالاكتوز وده الاكتف جالاكتوز دونر في جسمي. استخدمه في تصنيع اللاكتوز. مش اللاكتوز ده جلوكوز وجالاكتوز؟ استخدمه في تصنيع الجالاكتو بروتين والجالاكتوليبيد.
يعني ليبت عليها جلاكتوز او بروتين عليه جلاكتوز. ايه كمان ممكن اليو دي بي يشيل جلوك يورونيك اسيد؟ الله الله. ويعمل يو دي بي جلوك يورونيك اسيد او بسميها يو دي بي جلوك يورنين. فاكر خدت فيه الكلام ده في اليورونيك اسيد سبوي ده؟ حتى بالاماره الجلوك يورونيك اسيد ده بستخدمه في تصنيع الجلد واستخدمه في حاجه اسمها دي توكسيفيكيشن وفي ستيرويد وبالروبن ودراجز. ده حتى الدراج كان ليه اسم هناك اسمه زينو بايوتيك. انت فاكر الكلام ده ولا انا بقلب عليك المواجع؟ بقلب المواجع المراجعة ان شاء الله. اليو دي بي يشيل جلوكوز او يشيل جلاكتوز؟ ما في امل خلاص هنسقط يعني. يو دي بي جلوكوز على فكرة المنطقة بتاع الفري نيكروتايد من اولها لاخرها فقط ام سي كيو انيميت فقط، ما فيهاش اي اسئله ريت. ده حتى السؤال ريت اللي فيها بتاع السايكليك ام بي يبقى عبيط لو جابه هنا. طب ما عنده في الميتابوليزم 5660 سايكليك ام بي ويتكلم سبيسيفيك بقى ما يقولش اي انزيم وخلاص. فالموضوع من اوله لاخره انيميت وام سي كيو. يعني مثلا وجاوبني على اسئلتي ويا رب اللي ما يجاوب يصعد في الامتحان. لو قلت لك انيميت فري نيوكليوتايد اكت از اكرنسي اوف انرجي اي تي بي، لو قلت لك انيميت اثنين فري نيوكليوتايد اكت از هرمون سكند ماسنجر سايكليك ام بي وسايكليك جي ام بي، انيميت فري نيوكليوزايد سام، انيميت فري نيوكليوتايد اكت از سلفيت دونر باب، انيميت فري نيوكليوتايد امبورتنت فور فوسفوليبيد سينثيسيس سي دي بي، فري نيوكليوتايد اكت از ا كارير اور اوف جلوكوز يو دي بي، انيميت فري نيوكليوتايد اكت از ميدييتور فور الفازو دايليتور سايكليك جي. يعني الجزء ده لو انت بتفهم بالطريقه دي يا اما ام سي كيو يا اما ايه انيميت. خلصنا حديثنا عن النيوكليوتايد، يلا بقى يا حبي تعالالي بدايه الدي ان ايه الفعليه استراكشر اوف النيوكليك اسيد. هنبدا بقى نتكلم على النيوكليك اسيد. كبرنا يا حبي. حلو حاط رسومات عشان ذات زي الناس ها؟ عشان تسد نفسك زي الناس. عندي نوعين من نيوكليك اسيد، في نوع اسمه دي ان ايه ونوع اسمه ار ان ايه. انا هبدا يا حبي باول واحد فيهم وهو استراكشر اوف الدي ان ايه. وعشان سهوله الفهم لسيادتك احنا استوردنا من امريكا احدث نسخ الدي ان ايه عشان تعرف تفهم. بسم الله ما شاء الله لسه جاي من مطار حالا، بس هو الدي ان ايه عنده طفرات وميوتيشن فيعني ايه هنصلح حاله ان شاء الله حسبي الله. سعاده الباشا الدي ان ايه ده لو عايز اتكلم على الاستراكشر بتاعه دي ان ايه في الحيطه ده وان ستراند ولا تو ستراند؟ تو ستراند. فانا لو هوصف الاستراكشر بتاعه هوصفه في ثلاث عناوين. اول عنوان اسمه برايمري استراكشر، هجيب ستراند واحد بس واوصفه، ده اسمه برايمري ايه؟ وان ستراند واوصف شكله ايه. العنوان الثاني اسمه سكندري استراكشر، هحط التو ستراند قصاد بعض واوصف، ده اسمه سكندري. ما كده خلصت. امال ايه التيرشري؟ قال لك التيرشري انا لقيت ان الدي ان ايه اللي موجود جوه الخليه طوله 2 متر 2 متر و2 متر وفي الدي ان ايه موجودين جوه النيوكليوس حجمها بالمايكرون بالمايكرون. ازاي 2 متر دخلت جوه النيوكليوس بالمايكرون؟ قال لك لازم اكون عملت له كويلينج، اكون لفيته. بس كويلينج عادي ما ينفعش، كويلينج عادي ما يدخلش 2 متر جوه حاجه بالمايكرون، لازم اعمل كويلينج سوبر. كويلينج ايه؟ سوبر. فبسمي ده سوبر كويلينج اوف 2، الفه عشان يدخل جوه ايه؟ النيوكليوس.
يبقى ثلاث عناوين الثلاثه نار وشرار. نار وشرار اول عنوان هاوس اوف وان سترينث اوف دري ده اسميه برايمري ستراكشر. ثاني عنوان احط التو سترينث قصاد بعض ده اسميه سكندري ستراكشر. ثالث عنوان ازاي 2 متر اوف الدي ان دخلوا جوه النيوكليوس بالمايكرون اكيد عملت له حاجه اسمها سوبر كويلينج ده اسمه تيرشري ستراكشر. يلا نبدا باول عنوان واكتب عليه ريتن غايه في الاهميه برايمري ستراكشر اوف الدي ان. برايمري ستراكشر اوف الدي ان تعالى بينا بقى وركز قوي 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 موضوع حلو. لو عايز اعرف ايه الطوب اللي ببني منه الدي ان هو الدي ان ببني من رايبو نيوكليوتيد ولا دي اوكسي رايبو نيوكليوتيد؟ دي اوكسي رايبو نيوكليوتيد. فبقول انا باني الدي ان من دي اوكسي رايبو نيوكليوزايد مونوفوسفيت. في حته بس فنان يقول لك لو انت هتنطق بلسانك اسم الفوسفيت قول دي اوكسي رايبو نيوكليوزايد وكمل بقى مونو او داي او تراي. لو انت مش هتجيب سيره الفوسفيت قول دي اوكسي رايبو نيوكليوتيد. يعني ما ينفعش اقول دي اوكسي رايبو نيوكليوتيد مونوفوسفيت لا. لو هتقول الفوسفيت قول زايد وحط الفوسفيت اللي انت عايزه. لو مش هقول الفوسفيت خلاص ايه قول ايه دي اوكسي رايبو نيوكليوتيد. فانا بقول مكون من دي اوكسي رايبو نيوكليوزايد مونوفوسفيت. مين يمليني؟ دي اوكسي اي ام بي، دي اوكسي جي ام بي، دي اوكسي سي ام بي، دي اوكسي تي ام بي، ودي اوكسي يو ام بي. لا طبعا يوراسيل بالار بالار ان اي. اليوراسيل ده في الار ان اي مش موجود في الدي ان اي. الدي ان اي في اي وجي وسي ودي. يبقى الطوب اللي ببني منه هو دي اوكسي رايبو نيوكليوزايد ايه مونوفوسفيت، دي اوكسي اي ام بي، دي اوكسي جي ام بي، ودي اوكسي سي ام بي، ودي اوكسي تي ام بي. ترسم معايا؟ يلا نرسم مع بعض، نرسم مع بعض. لو ارسم دي اوكسي اي ام بي انا ارسم نيتروجينس بيز اسمها ادينين. ارسم يا واد يا سعد ريبوز ولا دي اوكسي ريبوز؟ دي اوكسي ريبوز. عارف انت عرفت ازاي هو دي اوكسي ريبوز؟ بصيت على 2 برايم لقيت اتش، وادي 3 برايم او اتش، وادي سي اتش 2 او شبكه فوسفيت دبل بوند او، وادي او اتش 1 او اتش. اللي شاطر يقول لي هي سي 1 برايم في الدي اوكسي ريبوز شبكه مع ان كام في الادرين؟ 9. بوند اسمها ان جلايكوسيدك وده اسمه دي اوكسي اي ام بي. طب تعالى نرسم دي اوكسي سي ام بي. سي ام بي هروح راسم سايتوزين ريبوز ولا دي اوكسي ريبوز؟ دي اوكسي ريبوز. عرفت ازاي؟ 2 برايم اهي فيها اتش بس، وادي سيادتك 3 برايم فيها او اتش، وادي سي اتش 2 او فوسفيت دبل بوند او، وادي او اتش وادي او اتش. هي سي 1 برايم في الدي اوكسي ريبوز تشبك مع ان كام في السيتوزين؟ ان 1. ان السيتوزين دي بايرمدين وده اسميه اهو دي اوكسي سي ام بي. طب ما تيجي نرسم دي اوكسي جي ام بي. اروح راسم جوانين اهي ورايبوز ولا دي اوكسي ريبوز؟ دي اوكسي ريبوز. عرفت ازاي؟ 2 برايم فيها اتش، وادي 3 برايم فيها او اتش، وادي 5 برايم سي اتش 2 او فوسفيت دبل بوند او، وادي او اتش وادي او اتش. هي سي 1 برايم في دي اوكسي ريبوز مع ان كام في الجوانين؟ 9. ان 9 يا فاشله ده بيورين وده اسمه دي اوكسي جي ام بي. واكمل لو عايز اكمل. يبقى انا عندي دي اوكسي اي ام بي، دي اوكسي جي ام بي، ودي اوكسي سي ام بي، وممكن اكمل كمان دي اوكسي تي ام بي. الفكره في شيء هو ازاي اشبك النيوكليوتايد في اختها النيوكليوتايد؟ ازاي اشبك النيوكليوتايد في اختها النيوكليوتايد؟ قال لك النيوكليوتايد بيشبكوا مع بعض ببوند تسمى فوسفوداي استر بوند. اسمها ايه؟ فوسفوداي استر بوند. Between the 5 prime OH of one nucleotide and the 3 prime OH of the next nucleotide. يا ساتر يا ساتر ايه الكلام ده؟ بص معايا دي نيوكليوتايد
ودي اختها النيوكليوتيد وعايزين يشبكوا مع بعض. يشبكوا مع بعض ازاي؟ مش دي فوسفيت؟ ركز معايا. وشبكه مع الفايف برايم بتاع نفس النيوكليوتيد دي وبوند اسمها فوسفيت استر. بصيت لقيت الفوسفيت دي فيها اتش وكمان لقيت 3 برايم بتاع النيوكليوتيد اللي جنبها برضو فيها اتش. الناحيات عشان الناس تشوف اهو دي فوسفيت وشبكه في 5 برايم وفوسفيت استر وفيها او اتش ايه والثري برايم بتاع النيكس نيوكليوتيد فيها برضو ايه او اتش. والقاعده بتقول ما اجتمع او اتش و او اتش الا وثلثه الماي. اروح جايب من الفوسفيت وشايل او اتش ومن الثري برايم بتاع اللي جنبها شلت اتش واروح مشبك الاثنين مع بعض اهو في الاو. يبقى خلي بالك الفوسفيت دي عملت استر مع 5 برايم في نفس النيوكليوتيد وسميناها فوسفيت استر وعملت كمان فوسفيت استر مع 3 برايم بتاع النيوكليوتيد اللي جنبها. يعني الفوسفيت دي عملت كام استر؟ 2. رحت مسمي الرابطه دي فوسفوداي استر. فوسفوداي استر ما بين ال 5 برايم اوف 1 نيوكليوتيد وال 3 برايم اوف ذا نيكست نيوكليوتيد. لو ما فهمتهاش تعالى نعملهم في اللي تحتها. بص معايا ادي النيوكليوتيد وعندها فوسفيت شبكه 5 برايم فيها ويتش وال 3 برايم بتاع النيكست نيوكليوتيد برضو فيها ويتش وعايز اشبك الاثنين نيوكليوتيد مع بعض. الفوسفيت اللي 5 برايم فيها ويتش وال 3 برايم بتاع النيكست نيوكليوتيد فيها ويتش وما اجتمع او اتش واو اتش الا وثلثهم. اروح شايل من الفوسفيت دي ويتش واروح شايل من ال 3 برايم بتاع النيكست نيوكليوتيد اتش. يبقى شلت ميه واروح مشبك الاثنين مع بعض بلو. يبقى الفوسفيت دي يا سليم اللي شبكه مع الفايف برايم دي فوسفيت استر راحت شبكت مع 3 برايم بتاع النيوكليوتيد اللي جنبها برضو فوسفيت. يعني الفوسفيت دي عملت كام استر؟ 2. فالبوند هنا اسمها فوسفوداي استر ما بين الفايف برايم او اتش اوف وان نيوكليوتيد وال 3 برايم او اتش اوف ذا نيكست نيوكليوتيد. وطول ما انا ماشي ماشي كده الفوسفيت اللي شبكه بخمسه تروح شبكه مع ثلاثة اللي جنبها. الفوسفيت اللي بخمسه مع ثلاثة في اللي جنبها و قلبك عامر بالايمان. الحمد لله بارك الله لك وفيك وبك وعليك واليك وجعل يعني كفايه كده مش عارف يبقى الفوسفيت بتعمل 2 استر مع 5 برايم بوند اسمها فوسفيت استر ومع 3 برايم بتاع النيكست نيوكليوتيد برضه بوند اسمها ايه؟ فوسفيت استر. عشان اجمع لك بس احنا خدنا الفوسفوداي استر دي في السايكليك ام بي. في السايكليك ام بي كان الفوسفيت اللي شابك مع 5 برايم وفوسفيت استر شبك مع 3 برايم بتاع نفس النيوكليوتيد وفوسفيت استر. يعني الفوسفودايستر كان في نفس النيوكليوتيد في السايكليك ام بي. الفوسفودايستر كان في السيم نيوكليوتيد لكن دي فوسفودايستر ما بين نيوكليوتيد وانذر نيوكليوتيد. الناس اللي فاهمه قوي الناس اللي بتحب تربط في السايكليك ام بي كان فوسفودايستر في نفس النيوكليوتيد لكن دي فوسفودايستر ما بين 1 نيوكليوتيد والنيكست نيوكليوتيد. فلو سالني وقال لي ايه الرابطه اللي بتشبك النيوكليوتيد في نفس الاسترين سميناها يا فرح فوسفو ايه دايستر ما بين ال 5 برايم او اتش اوف 1 نيوكليوتيد وال 3 برايم او اتش اوف ايه اوف ذا نيكست نيوكليوتيد. يقول لك لو بصيت على اي استرين هتلاقي الباك بون. عارف يعني ايه باك بون؟ العمود الفقري از فورمد اوف alternating فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر. طول ما انا ماشي العمود الفقري بتاع الاستراند فورمت اوف alternating. يعني ايه alternating؟ بالتبادل فوسفيت وشوجر فوسفيت وشوجر فوسفيت وشوجر. الله امال البيزز فين؟ قال لك البيزز projecting inward يعني ناحيه جوه. لو حطيت استراند كده سيادتك البيزز اهو ناحيه جوه. يبقى الباك بون alternating فوسفيت اند ايه شوجر. امال البيزز projecting فين؟ انورد انورد ناحيه جوه. بقول لسيادتك كل سترينج له تو اندز
له تو تيرمينالز ليه نهايتين في نهايه فيها فري فوسفيت. الفوسفيت مش عامله فوسفودايستر، وعشان الفوسفيت شابكه في الفايف برايم ان فالنهايه دي اسمها فايف برايم. وفي نهايه الثري برايم فيها او اتش زي ما هي، ليه؟ مفيش تحتها حاجه فما عملتش فوسفو دايستر، فالنهايه دي اسمها 3 برايم. ولما بحب اقرا اي دي ان اي هقرا من 5 ل 3 ولا من 3 ل 5؟ من 5 ل 3. ليه؟ قال لك ده الدايركشن اوف مين؟ اوف السينثيسيس. هو تصنع 5 ل 3 يبقى اقرا زي ما تصنع من 5 ل 3. عارفه زي ايه هنا؟ البرايمري ستراكشر بروتين. كنت بقرا البروتين من الان للسي عشان تصنع من الان للسي. عارف زي ايه؟ لو حبيت يعني افهمك موضوع الفايف برايم والثري برايم، لو عندك 1000 جنيه كوين كلهم كوين، وكل كوين صوره وكتابه صوره وكتابه صوره وكتابه، بلاقي اول كوين فوق الصوره ظاهره، ليه ظاهره؟ مفيش فوقها حاجه. واخر كوين تحت الكتابه ظاهره، ليه ظاهره؟ مفيش تحتها حاجه. فانت يا بايظ ماشي، فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت، اول فوسفيت فوق فاضي، ليه؟ مفيش فوق حاجه. وده عشان في الفايف برايم ان سميت ده فايف برايم ان. وسيادتك اخر شوجر تحت فاضي، ليه؟ مفيش تحته حاجه، فده سميته 3 برايم ان. فكل سيادتك استراد ليه طرفين، طرف يا هاشم اسمه 5 برايم ان يحتوي على 3 فوسفيت، وطرف اسمه 3 برايم ان يحتوي على 3 شوجر. بتقرا من فين لفين يا بايظ؟ من 5 برايم ل 3 برايم. يعني لو هقرا الاستراند ده يا واد يا هاشم هقول اي سي جي ولا جي سي اي؟ اي سي جي من 5 ل 3. يقول لك قراءه البيزس اللي على الاستراند هي دي الجيناتيك انفورميشن. ترتيب البيزس اللي موجوده على الاستراند هي دي المعلومات الوراثيه، هي دي اللي اسمها جيناتيك انفورميشن. الكلام ده ريتم، الكلام ده هيجي، الكلام ده شنيع فظيع مريع. قول معايا تاني، انا بوصف وان ستراند بالبرايمري ستراكشر يا جومان، وبقول مكون من رايبو ولا دي اوكسي رايبو؟ دي اوكسي رايبو نيوكليوزايد مونوفوسفيت، سمعني صوتك، دي اوكسي اي ام بي، دي اوكسي جي ام بي، دي اوكسي سي ام بي، ودي اوكسي تي ام بي. ازاي النيوكليوزايد تشبك فوقتها النيوكليوزايد بوند اسمها فوسفو داي ايستر بوند between the 5 prime OH of one nucleotide with 3 prime OH of the next nucleotide. مين بيعمل الباكبون؟ alternating فوسفيت وشوجر، فوسفيت وشوجر. البيزس فين؟ projecting inward. كام terminals؟ 2. واحدة اسمها 5 prime end تحتوي على 3 فوسفيت، والثانية تسمى 3 prime end تحتوي على 3 شوجر. لما هقرا هقرا من فين؟ 5 ل 3. ايش معنى دايركشن اوف السينثيسيس؟ ده يا حبي اللي سميناه برايمري استراكشر اوف الدرين، وصفنا فيه ستراند واحد. تعالى بقى نوصف بقى السكندري استراكشر. يس يعني البره البيزل جول. تعالى يا حبي secondary structure of the DNA. هحط بقى التو سترينز قصاد بعض واوصف. دي بقى نار وشرار. نار وشرار. حريقة حريقة. secondary structure. أول كلمة تعرفها عن secondary structure أنها was proposed by 2 علماء. واحد اسمه واتسون والتاني اسمه كريك. يعني كلمة بروبوز باي؟ لا مش اكتشف، تم افتراضها. يعني هما ما شافوش ان الديني شكله كده، هما كان عندهم بعض البيانات فحللوها، فلو بناء على هذه البيانات قد يكون قد يكون شكله كده. ونشروا الكلام ده في مجلة علمية سنة 1953. بعدها بتسع سنين يعني 1962 شافوا بعينيهم ان الكلام اللي قالوه كان صح، فخدوا عليه نوبل برايز، خدوا جايزه نوبل حمكم الله على اللي قالوه ووصفوه. بس في الحقيقه واتسون وكريك مش علماء، هم لصوص. اوه شيت
لصوص. اللي اكتشف الدينيه عالمة تسمى روزاليندا فرانكلين. هي يهودية وبس العلم مالوش يهود ولا في بتاع علم حقها تاخد. كانت شغالة في جامعة اسمها كينجز كوليدج في لندن، وكانت بتشتغل على تصوير الخلايا بالإكس راي. كانت بتصور الخلية بالإكس راي وتقعد تحلل صورة. بس كانت يهودية طيبة يعني بصراحة يعني. فكانت كل ما تكتشف حاجة تنادي على يا واد يا واد يا واد يا كريك تعال تعال شفت حاجات حلوة اهو شفت كذا. كل ما تكتشف حاجة تقولها ليه؟ لواتسون وكريك. أول ما الفكرة اكتملت في ذهن واتسون وكريك راحوا ضربوها شلوه زرعوها خالص ونشر الكلام ده باسمهم هما وطنشوا مين؟ فرانكلين الأساس في الموضوع ونشر ورق. بس كان القدر رحيم بفرانكلين. هي ماتت قبل ما ياخدوا نوبل برايز. ماتت سنة 59. أصل هما سرقوا منها معلومات قد تكون معلومات ليها فايدة وملهاش يعني هزعل بس مش قوي. لكن لو خدوا نوبل برايز وأنا عايشة بعلمي هموت في هموت بحسرتي يعني هموت بحسرتي. ولكن ولكن المال الحرام ما بيدومش. واتسون عاش مدة طويلة من الزمن وفي آخر حياته فقد كل فلوسه أحسن خالص وباع نوبل برايز. والله العظيم أحسن اشتراها منه ملياردير روسي اللي هو مالك نادي أرسنال مش عارف اسمه أوسمانوف ولا اسمه ايه كده. بس قال لك يعني هو برضه عشان عالم وبتاع هشتريها منك بس خليها معاك يعني فاشتريها منه ورجعها له تاني يعني. الله خلي الشبيع استفيد من القصه دي استفادتين. اول استفاده يبقامنا للرجال يبقامنا اوعى تشتغلي وتقولي نتيجه جهدك لحد اوعى 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 تذاكري وتقعد تشرح هيجيبك وتقعد تفلك هيجيبك اكتر منك اوعى اوعى. المعلومة الثانية المال الحرام بيدوم يا ابني ما بيدومش يا حبيبي كله بيخلص كله رايح. طيب قالوا ايه بقى واتسون وكريك؟ قالوا خمس جمل خمس جمل خدوا عليهم نوبل برايز. والله يمكن اسهل نوبل برايز في التاريخ خمس جمل نوبل برايز. لا يعرف القانون حقك بس قانون ايه يا عم انا مالي من القانون. اول جملة قالها واتسون وكريك قال ان الدين ايه مكون من تو انتي بارلل استراند فورمينج رايت هاندد دبل هيليكس. يا لهو على الجمله. ايه الجمله دي؟ تو انتي بارلل استراند فورمينج رايت هاندد دبل هيليكس. انا هكمل يعني مواهبي في الرسم وسامحوني انا يعني ايه جامد قوي يعني دي ان ايه برضو يعني بيقولوا ده 3 برايم 5 برايم ودي 5 برايم 3 برايم. هو ليه قال 2؟ عشان هما 2 هو مش 1 هو 2 وانتي بارلل. فاكر يعني ايه بايز انتي بارلل؟ متوازيين وفي عكس الاتجاه. يعني واحد ماشي 3 5 التاني ماشي ازاي؟ 5 3 يبقى هما 2 وانتي بارلل. Forming right-handed double helix. يقول لك الاسترانت الواحد مش ماشي ستريت. الاسترانت مش ماشي ايه؟ ستريت. ده ماشي ليه منحنيات. ماشي زي ايه؟ الهيليكس. والهيليكس ده ملفوف كلوك وايز. ولو ملفوف كلوك وايز يبقى رايت ولا ليفت؟ رايت. يبقى كل واحد لوحده عن الright-handed helix. وده مش هيليكس دول اتنين يبقى double helix. فهمت الجملة؟ يبقى 2 عشان هما اتنين انتي بارلل متوازيين وفي عكس الاتجاه. فورمينج رايت هاند دبل هيليكس كل هيليكس لوحده ملفوف كلوك وايز ومش هيليكس واحد دول اتنين فعاملين دبل هيليكس. ساعات كان في الامتحان زمان يقول لك ايه؟ اوصف لي الاتنين وان سنتنس في جملة واحدة. اقول الجملة دي مكون من اتنين انتي بارلل استراند فورمينج رايت هاند دبل هيليكس. حلو الكلام. الجملة الثانية اللي قالها واتسون وكريك قال لك الدي ان ايه مكون من كومبليمنتري بيز بيرنج. كلمة بيز بيرنج يعني ازدواج القواعد النيتروجينية. ده حتى كنت بسميها بيز بيرنج رول يعني القاعدة بتاع الازدواج بتاع القواعد النيتروجينية. واتسون وكريك قالوا لو في على وان ستراند ايه لازم ولا بد ولا مفر ولا مهرب يكون على الاذر ستراند تي ويشبكوا مع بعض ب2 هيدروجين بوند.
ولو في على وان سترينز جي لازم على الاذر سترينز سي ويشبكوا مع بعض بثري هيدروجين. يبقى مين اضعف الاي تي ولا جي سي؟ اضعف كتير ولا حاجه بسيطه؟ كتير اضعف كتير. يقول لك لو الاي تي قوتها 100% الجي سي قوتها 150%. هي وحده هيدروجين بوند بس نص القوه. اوعى تنسى المعلومه دي، الاي تي اضعف كتير جدا من الجي سي بيزبرج. الاي تي اضعف كتير جدا من الجي سي بيزبرج. ممكن اطلع باستنتاج، ممكن اقول ان النمبر اوف الاي ايكوال تي والنمبر اوف الجي ايكوال سي، لان كل اي قصادها تي وكل جي قصادها سي. يبقى النمبر اوف الاي ات التي والنمبر اوف الجي ات السي. طيب الاي ده بيورين ولا بايرميدين؟ بيورين. شبك مع تي اللي هو بايرميدين، والجي بيورين شبك مع سي. بيقول لك كل بيورين كبير قصاده بايرميدين صغير، كل بيورين كبير قصاده بايرميدين صغير. ليه الكلام ده؟ قال لك ما ينفعش المسافه في النص تشيل اتنين بيورين كبار، ما تشيلهمش، مسافه صغيره. ولو اتنين بايرميدين قصاد بعض مش هيعرفوا يقضوا بعض في النص، مش هيعرفوا يعملوا هيدروجين بوند. فلازم واحد كبير قصاده واحد صغير، واحد بيورين قصاده واحد بايرميدين. وبالتالي الريشيو بين البيورين والبايرميدين از 1:1. يعني البيورين قد البايرميدين بالظبط، لان كل واحد بيورين قصاد واحد ايه بايرميدين. بيجيبوا شويه مسائل كده ماث وحسابات على الحته دي، وانا عارفك من ساعه ما دخلت كليه الطب وانت فرمطت دماغك، فهي تافهه يعني ابني في كي جي 1 يحلها، بس زيادتك انت دماغك قفلت بقى على الطب خلاص، مش عايز اي حاجه تانية. يقول لك لو في سيرتن دي ان اي مولكيول الاي 20% الجي يبقى كام في المية؟ 80. لا مش 20 يا بابا، 80. لو الاي 20 الدي كام؟ 20 مع بعض يبقى الاثنين مع بعض 40، يبقى الجي والسي 60، 30 يعني. يبقى الجي لوحدها كام؟ او حاجه اسهل، مش البيورين للبايرميدين 1:1، يبقى الاثنين بيورين نسبتهم 50 والاثنين بايرميدين نسبتهم 50. فلو اديتك فرده بيورين وعايز الفرده الثانيه كمل ل 50. لو اديتك فرده بايرميدين وعايز الفرده الثانيه كمل 50. بمعنى لو قلت لك ان التي 17% السي كام؟ كمل ل 50. بس خلي بالك اخشى ما اخشاه، اخشى ما اخشاه. لو قال لك الاي 17% التي كام؟ 17. بص معايا، الصبح كان واحد يعني مكعبل فيها شويه فحاولت اوصل له بالرسمه دي، اول مره ارسمها اهو. يقول لك الاي والجي دول كام؟ 50%، والتي والسي كام؟ 50%. الاي ايكوال التي والجي ايكوال السي. فحل بقى بالرسمه دي، لو قلت لك الاي سيادتك 15 وعايز التي 15، طب الاي 15 عايز الجي بس، اللي مش صعبه خالص، حد شايفها صعبه؟ انت الورا معايا فاهم الدنيا بجد فاهم؟ يبقى الاي سيادتك ايكوال التي والجي ايكوال السي، ونسبه البيورين الى البايرميدين كام؟ 1:1، يعني دي 50% ودي 50%. وممكن اطلع باستنتاج يقول لك ذا سيكونس اوف بيزز ان وان ستراند ديتيرمين ذا سيكونس ان ذا اذر ستراند. يعني لو اديتني ترتيب البيز على ستراند اوتوماتيكي اوتوماتيكي اقول لك ترتيب البيز على الاذر ستراند. بمعنى لو عندي ستراند ترتيبه كده تي جي سي اي تي جي سي، حد يقدر يطلع على البورد ويرسم لي الكومبلمنتري؟ حد يقدر؟ تعال اتفضلي تعال، عدي يا واد زميلك كمان، عدي يا واد. ايش السؤال؟ يلا يا ريم
والله ما سمعت. ثلاثة غلط. وش الرقم؟ ثلاثة برايم. ثلاثة برايم. خوفها. صح. عكسه يعني؟ ايوه لانه دبل. لانه دبل. ما فهمت. هو ليه بالاول؟ يا سلام. يا سلام يا سلام. عشان بنت بس. ليه بالاول قلت غلط؟ اول حاجة تعملها الدايركشن. لازم الدايركشن. الكومبلمنتري لابد ان يكون انتي بارلل. يعني 5 برايم قصاده 3 برايم. و 3 برايم قصاده 5 برايم. لازم يكون انتي بارلل. اول حاجة اعملها انتي بارلل. فهمت ازاي؟ الحاجة الثانية كل A قصادها T. كل G قصادها C. يعني T A G C C G A T T A G C C G. في فكرة بقى. بيضحك عليك بقى. في الامتحان بيجيب لك الاستراند ده اللي بالاسم اللي اتجاهه 5 برايم 3 برايم. اول حاجه بيعملها ويقول لك ايه الكومبلمنتري ويجيب لك جميع الاختيارات اتجاهها 5 برايم 3 برايم. انت متخيل هو جاب واحد ايه 5 برايم 3 برايم. انا لما اجيب الكومبلمنتري هلاقيه 3 ل 5 بس ده لو هقراه مش هقول اي جي لا هقرا من هنا هقول جي سي اي تي جي جي اي. يعني ده مش معدول لما بقرا لازم بقرا من ناحيه خمسه. هو جاب لي واحد اتجاهه خمسه ثلاثه وقال لي ايه الكومبلمنتري وجاب لي اربع اختيارات اتجاههم ايه خمسه ثلاثه. يبقى الحل ايه؟ اعمل اللي عملته ريم بس لسه ما اختارش اروح عدله. عارف عدله ازاي؟ اكتب اهو خمسه لثلاثه انقل من هنا. بص معايا G C A T G C ودي واختار اللي شبه ده اللي شبه المعدل. عارف انت لو عدت تبص بالاختيارات قبل ما تعدل هتغلط. لكن انا لو جاب لي سترين خمسة لثلاثة وقال لي مين الكومبلمنت وكل اختيارات من خمسة لثلاثة لازم رقم واحد اجيب الكومبلمنت رقم اتنين اعدله ازاي؟ اخلي الخمسة برايم الناحية دي ناحية الشمال. على فكرة ده هو ده نفس الاسترام بس انا عدلته واختار شبه المعدول. والكلام ده هيبان جدا جدا وهبيحل ام سي كيو ان شاء الله. هتلاقي اسئلة من دي كتير قوي قوي قوي. جيب لك استرام ويقول لك مين الكومبلمنتري ويطلع اختيارات في نفس الاتجاه. لازم اجيب الكومبلمنتري واعدله. ولما اعدله اشوف سيادتك ايه الاختيار الصحيح. انا كلها عادة تاني. والرقم اثنين اسمها كومبلمنتري بيس بير و او سميتها بيس بير جروب. قلت ان الـ A equal ايه؟ الـ T. وبيشبكوا مع بعض باتنين هيدروجين بوند. ركز معايا. الـ G equal مين؟ الـ C. وبيشبكوا مع بعض الثلاثة هيدروجين بوند. مين أضعف؟ أضعف كتير جدا من الـ G C بيس بير. والـ A ده بيورين قصاده T بايرميدين. والـ G دي بيورين. وصدها سي بايرميدين. فنسبة البيورين للبايرميدين واحد لواحد. يعني الاثنين بيورين مع بعض 50% والاثنين بايرميدين مع بعض 50%. فلو اداني يمينة فردت بيورين وعايز الثانية اكمل لغاية مين؟ اكمل لغاية 50. وال sequence of bases in one strand determine the sequence of in في ال other strand. وده هيفيدني شوية وانا بعمل حاجة اسمها replication. تعالى الجملة الثالثة بقى. الجملة الثالثة اللي قالها وانتون وكريك تسمى stacking of bases. stacking of bases. هفهم يعني كلمة stacking of bases بقى. عنوز. هسألك سؤال وجاوب بصراحة. هتعملي ايه في مذكرات البيوكيمستري بعد ان شاء الله ما تنجحي في تناولها وتجيبي امتياز؟ عشان جمهور جمهور السباحة. لا انا واثق في عنوز. احرجهم. قالت ايه؟ هخليها احطهم على الرف كده فوق بعض اذ ربما في الاجازه ولا حاجه اشتاق للبيوكيمستري فاقعد بقى اراجع واشوف الايام الحلوه دي صح؟ هترصهم فوق بعض. فكلمه استاكينج يعني مرصوصين فوق بعض. قال لك البيزس مرصوصه فوق بعض زي الكتب بالظبط كده مرصوصين فوق بعض استاكينج وبيزس. طب مين بيساعد على الستاكينج؟ يقول لك البيز بتشبك في اللي فوقيها واللي تحتيها.
بهايدروفوبيك انتر اكشن وكمان فان دير فالز فورس. يبقى البيز في اللي فوقيها واللي تحتيها بايه؟ بهايدروفوبيك انتر اكشن وفان دير فالز فورس. والبيز بتشبك في اللي قصادها بايه؟ بهايدروجوبوك. والثلاث روابط دول هم اللي بيمنتين الدبل هيليكس. فساعات تقول لك في الامتحان انيوميريت بونز او فورسز ذات مينتين الدبل هيليكس، اقول له البيز في اللي فوقيها واللي تحتيها بايه؟ هيدروفوبيك انتراكشن وفان دير فالز فورس. والبيز في اللي قصادها بايه؟ بهايدروجوبوك. ودي الروابط اللي بتمنع ايه؟ او اللي بتحافظ على الدبل هيليكس. يقول السيمبل طبعا رسمتي تعبانه، لو بصيت على الرسمه اللي عندك الرسمه اللي في الصفحه اللي قبلها هتلاقي ان البيزز ما بينهم مسافات ثابته، يعني ما ينفعش بيز تبقى لازقه بيز تحتها ولا فيها، ما ينفعش. انا منعت كده حاجه اسمها اوفر ستاكينج. اوفر ستاكينج معناها البيزز لازقه في بعض، لا مش لازقه في بعض. مين منع الاوفر ستاكينج اوف بيزز؟ مش كل نيوكليوتايد فيها واحده فوسفيت، يبقى فيه فوسفيت وفيه فوسفيت وتحته فوسفيت. هو الفوسفيت ده مش عليه شارج نيجاتيف؟ طب نيجاتيف مع نيجاتيف يحصل ايه؟ ريبالشن. قال لك الريبالشن اللي ما بين الفوسفيت وبعضه منع الاوفر ستاكينج اوف بيزز، منع ان البيزز يكونوا لازقين مع بعض. يبقى مين منع الاوفر ستاكينج؟ الفوسفيت. الفوسفيت عشان فيه شارج نيجاتيف فحصل شويه ريبالشن مع اللي فوق واللي تحته وده منع الاوفر ستاكينج. مره كمان الستاكينج اوف بيزز حصل ازاي؟ البيز شبكه مع اللي فوقيها واللي تحتيها هيدروفوبيك انتراكشن وكمان مين؟ فان دير فالز. والبيز شبكه مع اللي قصادها بايه؟ بهايدروجوبوك. والثلاث روابط دول هم اللي بيمنتين الدبل هيليكس. مين منع الاوفر ستاكينج اوف بيزز؟ الفوسفيت عشان عمل ريبالشن مع اللي فوق واللي تحته. تعالى الجمله الرابعه اللي قالها واتسون وكريك، قال لك اسمها سبايرال ستير كيس، او لا اسم تاني حلو برضو تويستد لادر. يعني كلمه ستير كيس سلم، فسبايرال ستير كيس معناها سلم حلزوني. عارفين زي السلم الداخلي بتاع اي فيلا او سلم المئذنه، هتطلع مئذنه هتلاقي السلم ايه ماشي سبايرال. تقول لك اديني ماشي سبايرال زي السبايرال ستيركيس حلزوني، او ساعات اسميه تويستد لادر. لادر يعني سلم برضو بس سلم خشب، عارفه؟ لبارة عن خشبتين طوال كده في النص خشبات صغير. قال لك انا جبت اللادر ده وحطيته بين ايدي وعملت له تويستنج لفيته، وبالتالي الشوجر فوسفيت باكبون هما الخشبتين الكبار، والنيتروجينس بيزز هي عدبات او سليمات السلم. فده وصف الدنيه شكله زي السبايرال ستيركيس او سميناه ايه؟ تويستد لادر. طب ايه الابعاد بتاعته؟ ايه الدايمنشنز بتاع الدنيه؟ يقول لك كل ترم لو عايز اقيسها يعني هلاقي طولها 3.4 نانومتر وتحتوي على 10.4 بيز بير. طولها 3.4 نانومتر وتحتوي على 10.4 بيز بير. في نقطة حيوية قوي، قال لك ازاي تعرف التيرن؟ قال لك عشان اعرف التيرن لازم اخد محور longitudinal axis بالشكل ده، وابدا بنقطة على المحور شمال اهي، والف سيادتك مع الدينين لغاية ما ارجع للمحور ولكن على ايه؟ على الجنب التاني. بص معايا، انا بدأت شمال لفيت ورجعت للمحور يمين، يبقى كل ده complete turn. يعني لازم الف 360 درجة. بص معايا اهو، انا بدات على الشمال اهو لفيت مع الدنيه ورجعت المحور يمين، يبقى كل ده اسمه تيرن، لفه كامله. ابدا على المحور من اي نقطه ولف وارجع للمحور تاني بس على الناحيه المقابله، ده كده كومبليت تيرن. التيرن دي طولها كام؟ 3.4 نانومتر، فيها كام بيسبير؟ 10.4. طب ايه كلمه بيسبير ده؟ مش فاهم يعني ايه بيسبير. وحده قياس المسافه كيلومتر، وحدة قياس الوزن كيلوغرام، وحدة قياس طول الدني بيز بير. وكلمة بيز بير يعني بيز قصاده بيز، فاسمه بيز بير. لما قطعة الدي ان اي دي طولها 1000 بيز بير، يعني 1000 بيز قصادها 1000 بيز، فاسمها 1000 بيز بير. طب ايه برضه 10.4 دي؟ ما هي 10 يا 11،
قال لك العشر لفات فيهم 104 بالبيت، العشر لفات فيهم 104، فكأن اللفة الواحدة 10.4 من 10 بالبيت. عارف زي ايه؟ لما قلنا الترن بتاع الالفا هيليكس فيها 3.6 من 10 امينو اسيدز، مكان العشر لفات فيهم 36، فكأن الواحدة 3.6 من 10 امينو اسيدز. خلي بالك عشان انا ماشي في صورة هيليكس في عندي تجويف بيبان، تجويف في جروب بيبان اسمه ماينور جروب لماينور صغير، قصاده جروب كبير اسمه ميجور جروب. لما اغير العقلة يا سارة الاقي الناحية اللي كان عندها ماينور بقى عندها ميجور، والناحية اللي كان ميجور بقت ايه؟ بقت ماينور. اغير تاني، طول ما انا بلف كده بلاقي فيه جروبز، واحد صغير اسمه ماينور، واحد كبير اسمه ايه؟ اسمه ميجور. لو الدي ان ايه ماشي ستريت بالشكل ده ولا في اي جروب، بس الدي ان ايه بيلف في الفراغ على زون، وبالتالي بيبقى فيه تجاويف. التجويف الصغير بسميه ماينور، والتجويف الكبير بسميه ميجور. ايه وظيفه الماينور والميجور جروبز؟ قال لك بيشبك فيهم بروتينات وساعات دراجز، وظيفتهم سوبر كويلينج يعني يساعدوا على لف ايه؟ الدي ان ايه، وساعات ريجوليشن اوف جين اكسبريشن يعني ساعات يساعدوا على انتاج البروتين من الدي ان ايه من غير ما اعمل انوايندنج، يعني ممكن اثر على الدي ان ايه من غير ما افصل التو ستراند عن بعض. الكلام ده غايه في الاهميه، اسمه سكندري. وفي فرق توقيت ولا حاجه؟ هو مش اذن من شويه يا بنتي؟ اذن عصر بس طولنا من الحصه. اذن الاول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، توقيت اليمن. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حلو 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 كويس. فبقول اسهل نوبل برايز في التاريخ، خمس جمل بنوبل برايز. قولهم تاني يلا، قول معاه سمعنا صوتك. اول جمله قلت ايه؟ تو انتي بارلل سترينز فورمينج رايت هاند دبليو. الثانيه سميناها كومبلمنتري بيسبيري. قلنا الاي فوان سترينز قصاده تي بكام هيدروجين بوند؟ اثنين. والجي فوان سترينز قصاده سي بكام هيدروجين بوند؟ مين اضعف؟ كتير ولا حاجه بسيطه؟ كتير جدا من جي سي. نمبر اوف اي ايكوال الدي، ونمبر اوف جي ايكوال الدي، والبيورين بالفيتامين دي از 1 تو 1. وبقول كمان ان السيكونس اوف بيزز ان وان ستراند ديتيرمين ذا سيكونس في الاذر ستراند. الجمله الثالثه قلت ستاكينج اوف البيزز، قلت البيزز ستاكد اوفر ايتش اذر زي الكتب ما بتدرسوا فوق بعض بالظبط. مين سهل على الستاكينج؟ البيز اللي فوقيها واللي تحتيها بهيدروفوبيك انتراكشن وفاندر فالز فورسز، والبيز اللي قصادها بايه؟ والثلاثه بون دول هم اللي بيمنتين الدبل هيليكس. مين يا بايظ؟ منع الاوفر ستاكينج الفوسفيت على نيجاتيف، ففي حبه ريبالشن، الريبالشن ده منع الاوفر ستاكينج اوف البيز. وبقول الدنيا ماشي ستريت ولا في صورة حلزون؟ سميناها سبايرال ستير كيس او زي تويستد ايه؟ لادر. الدايمنشن انترنال واحدة اللينث كام؟ 3.4 من 10 نانومتر. وفيها كام بيسبير؟ 10.4 من 10 بيسبير. ليه 10.4 من 10 دي؟ ال 10 لفات 104، فكأن اللفة الواحدة كام؟ 10.4 من 10 بيسبير. طول ما انا ماشي بلاقي جروبز تجويف، واحد صغير اسمه ماينر قصاده واحد كبير اسمه ميجر، مش مهم الدايمتر بتاعهم خالص، مش مهم ارقامهم. وظيفه الماينر والميجر ايه؟ بيبايند ليهم بروتين، بتساعد على حاجه اسمها سوبر كويلينج، تساعد في عمليه لف الدي ان ايه، كمان ممكن تساعد في عمليه الجين اكسبريشن، تاثر على انتاج البروتين من غير ما اعمل انوايندنج للتو ستراند، اثرت على الدي ان ايه من غير ما افكه. ده سيادتك اللي سميناه ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. في كلمه ليها علاقه بالسكندري استراكشر غايه في الاهميه، وسيادتك عندك عنها خلفيه، تسمى دي ناتيوريشن اوف الدي ان ايه. دي ناتيوريشن اوف الدي ان ايه. احنا خدنا كلمة ديناتوريشن دي لما خدنا البروتين، وتلاقي الكلمة دي في مكانين في الطب، يا بروتين يا دي ان ايه.
والنيتشر بتاع الجري انه سيت اب دبل ستراند، ده النيتشر بتاعه. لو عملت هيتنج وكسرت الهيدروجين بوز هينفصل التو ستراند عن بعض، يبقى انا بوظت النيتشر، عملت دي ناتريشن. فلو قلت لك ديفاين دي ناتريشن تقول لي رابشر اوف الهيدروجين بوز اند سيبريشن اوف التو ستراند، رابشر اوف الهيدروجين بوز اند سيبريشن اوف التو ستراند، وبتحصل عليها باي ايه؟ هيتنج، رابشر اوف الهيدروجين بوز وسيبريشن اوف التو ستراند، وبيحصل باي ايه؟ باي الهيتنج. اسوشيتد بحاجه مهمه قوي اكتب عليها ام سي كيو تسمى هايبر كروميسيتي. هايبر يعني كتير وكروم يعني لون، فكلمه هايبر كروميسيتي يعني زياده في امتصاص اليو في ار الالترا فايلت ريز او ساعات بنسميها الترا فايلت لايت. عايز افهمها دي، بص معايا، لو جبت تيست تيوب اهي وحطيت فيها دي ان ايه اهو ودبل ستراندد، رحت عديت يو في ال الترا فايلت لايت على الانبوبه دي، الدي ان ايه هيمتص جزء من الالترا فايلت ريز، جزء بسيط والباقي يخرج تاني اهو. قال لك لو انا سخنت الانبوبه دي وفصلت التو ستراند عن بعض فحصل اهو دي ناتوريشن، وعديت الالترا فايلوت لايت هلاقي الدي ان ايه يمتص جزء اكبر من الالترا فايلوت لايت. فعشان بعد الدي ناتوريشن الدي ان ايه يمتص جزء اكبر، ده اسمه هايبر كروميسيتي. لو عايزين تفهم ليه، بص معايا الموضوع سهل وبسيط. كان التو ستراند سيادتك قصاد بعض، يبقى السيرفيس اريا المعرضه لللايت كبيره ولا صغيره؟ صغيره. لما يحصل دي ناتوريشن يبقى الاريا المعرضه لللايت ايه؟ اكبر، يبقى منطقي امتص جزء اكبر من الالترا فايلت لايت. فعشان السيرفيس اريا زادت الاريا المعرضه لللايت زادت فامتص جزء اكبر من دول، دي اسمه هايبر كروميس. فاكتب عليها ام سي كيو تيجي كل سنه في الامتحان، يقول لك دي ناتوريشن اوف الدي ان اي از اسوشيتد ويز، اختار هايبر كروميسي. الدي ناتوريشن معاها هايبر كروميسي يعني زياده في امتصاص الالترا فايلت لايت. عايز اسالك سؤال، هو الدي ناتوريشن دي بتاع الدي ان اي ريفرسبل ولا ايه؟ ريفرسبل. يعني لو عملت كولينج وبرد يرجع زي ما كان بالظبط؟ اه بالظبط. لان كل جهه هتشد تي وكل جهه هتشد ايه؟ سي، فيرجع زي ما كان بالظبط. ده اسميه ري ناتوريشن، رجع لنيتشر، او اسميه ري انيلينج. انت عارف في اللغه كلمه انيلينج مع سموان يعني ايدك في ايده كده وماشي معاه على الكورنيش يوم خميس بالليل حاجه زي الفل، انت انيلت معاه. طب لو فكيت منه ده كده انت انفصلت عنه. طب لو رجع لك تاني ري انيلينج، فهمت ازاي؟ ريبايندينج اوف التو ستراند، ريبايندينج اوف التو ستراند اسمه ري ناتوريشن او سميته ري انيلينج. يحصل ازاي؟ باي كولينج. انا عن طريق التبريد بقول انا لو سخنت هيتفصل التو ستراند عن بعض، ده اسمه دي ناتوريشن. لو بردت يرجعوا لبعض تاني، كونهم رجعوا لبعض ده اسمه ري ناتوريشن، رجع للنيتشر، او ليه اسم تاني اهو ري انيلينج. فكلمة ري انيلينج معناها هي نفس المعنى ري ناتوريشن، ري انيلينج. حصلت ازاي؟ باي كولينج. في كمان في المنطقة دي تعريف اخر برضو ذا اهمية اسمه ميلتنج تمبرتشر، درجة الانصهار. يعني ايه كلمة ميلتنج تمبرتشر؟ قال لك هي التمبرتشر اللي اسوشيتد وذ رابشر اوف 50% اوف ذا دي ان اي هيليكال ستراكشر. الحراره اللي تكسر نص الدي ان ايه، اللي تفصل نص الدي ان ايه عن بعضه اسمه ميلتنج تمبرتشر. بمعنى لو عندي دي ان ايه طوله 1000 بيز بير، لما رفعت حرارته ل 60 درجه سلسيوس 500 فصلوا عن اللي قصاده، يبقى الميلتنج تمبرتشر دي 60. يبقى الحراره اللي تفصل نص الدي ان ايه بس نصه بس عن بعضه اسمها ايه؟ ميلتنج تمبرتشر. temperature associated with rupture of 50% of DNA helical structure. خلي بالك بس ساعات احنا بنتعامل في MCQ
مع كلمة ملتن أوف الدنيا بنفس معنى ديناتوريشن. انصهار الدنيا هي هي ديناتوريشن. فساعات يقول لك ملتنج اوف دي ان اي از اسوشيتد ويز افتر برضه هايبر كروميسيزم. ازاي مره كمان المنطقه دي ليها علاقه بالسكن ديستراكشن. يقول لك تاني ركز معايا واصحى يلا. اول كلمه قلناها دي ناتوريشن يعني ايه؟ رابشر اوف الهيدروجين بول وسيباريشن اوف التو ستراند تحصل باي هيتنج. طب ري بايندنج اوف التو ستراند اسمها ري ناتوريشن او ري انيلنج تحصل باي كولينج. طب الديناتوريشن اسوشيتد بايه؟ اسمع هايبر كروميستيس زياده في امتصاص الالترا فايلنت ريز وملتنج تمبرشر هي التمبرشر الاسوشيتد وذ رابشر اوف 50% اوف الدي ان اي هيليكال استراكشر. تعالى بقى لموضوع ليه علاقه برضو بالسكندري استراكشر هي فورمز اوف الدي ان اي. ما قلتش تايم بقول فور اشكال الدي ان اي. يس ولا اي حاجه. لا ما هي دي بتقول انت مش في جسمي يا واد ده بكره. طب ازاي جين اكسبريشن وانا في تست تيوب؟ ازاي جين اكسبريشن وانا في تست تيوب؟ الدي ان اي يطلع بروتين جوه الخليه مش في انبوبه يا واد. انا ما بقولش طاي انا بقول ايه؟ فور اشكال للدي ان اي. فور اوف الدي ان اي. ركز يا باي. في الواقع انا عندي ثلاث اشكال من الدي ان اي. الشكل الاول وده اللي وصفه واتسون وكريك يسمى بي فورم. وعندي شكل اخر يسمى A فورم. و A فور ان هايدرايد. وكلمه ان هايدرايد يعني من غير ميه. وعندي شكل ثالث اسمه زد فورم. وزد فور زجزاج. عارفين الزجزاج يعني ماشي كده. يبقى عندي ثلاث اشكال من الدنيا. البي فورم ده اللي وصفه واتسون وكريك. الاي فورم ده اسمه ان هايدرايد فورم. والزد فورم اللي اسمه ايه؟ زجزاج. تعالى نقارن ما بينهم والمقارنه دي حلوه قوي قوي قوي. اول مقارنه التايب اوف الهيليكس. البي فورم بيبقى رايت هاند. ركز يا معلم. والاي فورم برضه رايت هاند. بينما الزد فورم ليفت هاند اف جاب اكس كيو. ذا اونلي دي ان ايه في الخليه اللي ليفت هاند هو الزد فورم. يعني في جسمي دي ان ايه ليفت هاند الزد فورم. يبقى الاي فورم والبي فورم الاثنين رايت هاند. لكن الزد فورم ايه؟ ليفت هاند. طب تعالى نتكلم عن الشيب. شكلهم ايه؟ قال لك البي فورم هو الشكل اللي لما انا اوصل بيه من ساعه ما بدات. هو اللي ديسكرايب باي واتسون وكريك. وده معظم الدينين جسمي. طب الاي فورم بص معايا. رحت جبت البي فورم اهو بص معايا وحطيته بين ايديا الاثنين. رحت قربت ايديا من بعض. قربت ايديا من بعض. فلو قربت ايديا من بعض كده الدنيا هيبقى لونجر ولا شورتر؟ شورتر. وثينر ولا ثيكر؟ ثيكر. فيقول لك الاي فورم اكتب جنبه دي ان ايه مضغوط كومبريس دي ان ايه مضغوط وبالتالي بيبقى شورتر اند ثيكر اقصر واعرض. شورتر اند ايه؟ ثيكر. ده مين ده؟ الاي فورم. طب تعالى الزد فورم. قال لك مسكت الدي ان ايه ما بين ايديا وبعدت ايديا عن بعض. يعني اكتب جنبه دي ان ايه مفرود. دي ان ايه مفرود. مسكت بايد الدينين وبعدت ايديا عن بعض يعني دي مفرود. طب لما افرد الدينين يبقى شورتر ولا لونجر؟ لونجر. ثينر ولا ثيكر؟ ثينر. يبقى الزد فور بيبقى لونجر اند ثينر. لونجر اند ايه؟ ثينر. ليه؟ دي ان ايه مفرود. عايز واحد جينيوس هو لو
Yes, sir. Yes, sir. What's up? I say. That's what I said. Okay. Let's go to the lady. Yalla. بقول عايز واحد جديد. لو انا فردت ايدي او ضغطته ايه اللي شكله يتغير؟ الجروب. الجروب اللي شكله يتغير ايه؟ الجروب اللي شكله يتغير. الجروب يقول لك شكل الجروب في البي فورم كده. بص بيبقى واي اند ديب. وايد اند ايه؟ اند ديب. لكن لما اضغط الاثنين الميجر جروب يبقى شكله كده. الضغط ستيل ديب لكنه من ناحيه نارو. فاقول نارو اند ديب. ما حدش يقول لي نارو عكس ديب. انا يعني مش قصدي كده. انا قصدي ان هو ديب داخل لجو. نارو يعني بقى شورتر شويه. عايز تعبر عنها بسلوب تاني عبر براحتك. فهو ديب ستيل داخل لجو لكن سيادتك فتحته ضيقه. فتحه الجروب ايه؟ ضيقه. فبقول ان هو نارو وديب داخل لجوه. طب صحة الباشا لو انا فردت الدين ايه؟ almost flat. ولا في اي جروبز ولا يحسنون. almost ما فيش خالص. يبقى اللي هيتغير شكل ايه؟ الميجر جروب. في البي فورم بيبقى وايد وديب. ديب داخل لجوه. وايد فتحته واسعة. لكن في الاي فورم لما ضغطته ستيل ديب بس فتحته بقى ضيقة. فنارو قديم. في الزيت فورم almost بقى ايه؟ بقى فلات. طيب تغيير شكل الميجر جروب ده يفيدني بايه؟ مش احنا قلنا ان الميجر جروب بيبايند ليه بروتين بتاثر على الجين اكسبريشن صح؟ فممكن يكون بروتين كان بيشبك ويزود الاكسبريشن ما عرفش يشبك يبقى انا كده قللت الاكسبريشن. وممكن يكون بروتين بيقلل الاكسبريشن وما عرفش يشبك يبقى انا ايه؟ زودت الاكسبريشن. يبقى الفاريابيليتي في الشيب اوف الميجر جروب بتديني سيادتك زياده او نقص في البايندنج اوف البروتين وبالتالي تاثر على ايه؟ الجين اكسبريشن. يبقى التغير في شكل الميجر جروب يعمل لي ريجوليشن للجين اكسبريشن. طب السايت بتاعهم فين؟ البي فورم ده في افري سيل في كل خلايا جسمي. الاي فورم يظهر في الدي هايدريتد سيل. يعني كلمه دي هايدريتد ما فيهاش ميه هو اسمه انهايدرايت. لو الخليه الميه نقصت الدنيا اللي في فورم. طيب الزيت فورم يظهر في اريا فيها alternating سي ان جي. يعني منطقه في الدنيا كلها سي جي سي جي سي جي سي جي هلاقيها بقت ايه؟ بقت زيت فورم. المقارنه دي تيجي ريتن زي الحلاوه حلوه قوي 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 قوي. لا مش برار هي ممكن تيجي بس مش برار. بي فورم وإي فورم وزيت فورم. وده بيقول معايا هو البي فورم رايت ولا ليفت؟ رايت اند. طيب الاي فورم؟ رايت. طيب الزيت فورم؟ ليفت. طب سعاده الباشا شكل البي فورم هو اللي وصفه واتسون وكريك. الاي فورم مضغوط يبقى شورتر وثيكر. طب الزيت فورم مفروم يبقى لونجر وثينر. طب ايه اللي يتاثر؟ الميجر جروب. الميجر جروب في البي فورم يبقى وايد ديب. طب سعاده الباشا في الاي فورم نارو ديب. طب في الزيت فورم تغير في شكل الميجر جروب يغير البايندينج اوف البروتين فيعمل ريجوليشن اوف الجين اكسبريشن. فين الاقي بي فورم؟ افري سيل. فين الاقي اي فورم؟ دايهايدريت سيل. فين الاقي زيت فورم؟ اولترنيتنج سي وجي. ده يا حبي اللي سميناه ايه؟ سكندري استراكشر. بس ده مش كفايه لازم نعرف كمان التيرشري استراكشر. ليه بقى؟ انا قلت الخليه فيها 2 متر دي ان ايه موجودين فين؟ في النيوكلياس بالمايكرو. طب الدي ان ايه اللي طوله 2 متر ده ازاي يدخل في النيوكلياس بالمايكرو؟ قال لك بلفه ده عامل له كويلنج. قال لك لا 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 مش كويلنج عادي كويلنج سوبر لازم سوبر ايه؟ كويلنج. ازاي هتلف الدي ان ايه؟ لف الدي ان ايه يعتمد على حاجتين هكتبهم لك حتى بالعربي اهو. اول حاجة نوع الدني. تاني حاجة اتجاه اللف بالعربي. نوع الدني والتانية ايه؟ اتجاه اللف.
نوع الدري هو الدري في منه انواع او في نوع من الدري اسمه لينير خطي وفي نوع اسمه سيركلر حلقي يعني كلمة خطي ويعني كلمة حلقي دي يقول لك كلمة لينير دري معناه ان الدري له بداية وله نهاية ادي بدايته وادي نهايته ده اسمه ايه لينير كلمة سيركلر يعني البداية راحت لفة وشبكة في النهاية فالدنيا في الاخر بقى سيركل يبقى اسمه سيركلر هو طبعه كده يبقى عندي في لينير دني لبداية ونهاية وعندي سيركلر دني بدايته لفة وشبكة ايه في نهايته طب فين الاقي السيركلر دني السيركلر دني جوه جسمي مش موجود غير في مكان واحد بس ميتوكوندريا الميتوكوندريا دي ايه سيركلر بره جسمي موجود في البكتيريا البكتيريا الدي ان ايه بتاعها سيركلر كمان في البلاند على فكره الدي ان ايه بتاع البلاند اسمه كلوروبلاست فالكلوروبلاست بتاع البلاند سيركلر على فكره السؤال ده بيجي انوميريت يقول لك انوميريت سايدز اوف سيركلر دي ان ايه السيركلر دي ان ايه ثلاث اماكن اسمع صوتك موجود في الميتوكوندريا وكمان البكتيريا وكمان سيادتك ايه بلاند يبقى ده نوع الدي ان ايه اللينير ليه طريقه للسوبر كويلنج والسيركلر ليه طريقه في السوبر كويلنج طب ايه ارينات اتجاه اللف ده قال لك ممكن الف الدي ان ايه في نفس اتجاه لفه ولو لفيت يهاشم في نفس اتجاه اللف انا كده بزود ولا بقلل اللف بزود ده اسمه بوزيتيف سوبر كويل وممكن الف الدي ان ايه في عكس اتجاه لفه يبقى بزود ولا بقلل بقلل وده اسميه نيجاتيف سوبر كويل ده اسمك ايه يا بايس تعالى يا وايس تعالى يا وايس اعمل حاجه مفيده يا وايس امسك يا واد تعالى كده وواجه الكاميرا يا واد ما تخافش يا واد يقول لك ده الدين ممكن الفه في نفس اتجاه اللف بص انا بلف اهو في نفس اتجاه اللف اللف كده بيزيد ولا بيقل بص 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 احسن بص بص كده انا كده بزود اللفه اهو ده اسمه بوزيتيف ولا نيجاتيف يبقى لو لفيت الدنيا في نفس اتجاه لفه اللف زاد ده اسمه بوزيتيف ايه سوبر كويل لحظه يا وايز اوعى تروح سي سي اوعى تروح في حته اوعى خليك مكان اوعى تهرب مني انا مصدقت لقيتك يا وايز ما تخافش ما تخافش ممكن بقى الف دري في عكس اتجاه اللف بص 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 لو لفيته في عكس اتجاه اللف كده اللف بيزيد ولا بيقل لا بيتفكوا خالص اهو فك خالص اهو فك خالص اهو يبقى كده اللف بيقل اسمه نيجاتيف ايه سوبر كويس يبقى لو لفيت في نفس اتجاه لف الدري يعني كويس انا بزود اللف ده اسمه بوست في ايه سوبر كويس لو لفيت في عكس اتجاه اللف انا بقلل اللف ده اسمه ايه نيجاتيف سوبر كويس ثانك يو يا وايز تعبت معايا تعبت ايه يا فندم لو سالت سؤال بقى مين مور فيسيولوجيكال ويناسب عمل الدنيا البوزيف ولا نيجاتيف النيجاتيف يس هو ايه عمل الدنيا عمل الدنيا ان اعمل منه ام ار ان ايه عشان اصدع بروتين ده بذمتك وانا بذممك هو انا اعمل ام ار ان لو هو ملفوف ولا مفروض مفروض يبقى اللي فيسيولوجيكال ويناسب عمل الدي ان هو النيجاتيف سوبر كويل طب ازاي ده انت الدي ان مين قال لك ان كلهم مفرودين ات تايم او كلهم ملفوفين ات تايم انا ساعدت الباشا الدي ان كله 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 ملفوف الحته اللي هعمل منها ام ار ان مفروده طب عملت ام ار ان وخلصت اروح لففها وفرد غيرها عملت اروح لفها وافرد غيرها لكن الحته اللي هعمل منها ام ار ان لازم تكون نيجاتيفلي سوبر كويل يبقى لك مين نور فيسيولوجيكال ويناسب عمل الدي ان اي النيجاتيف سوبر كويل يبقى السوبر كويلنج يعتمد على حدين نوع الدي ان اي لينير اور سيركلر والسيركلر قلنا موجود فين ميتوكوندريا وبكتيريا وبلاست واتجاه اللف لو لفيت في نفس اتجاه لف دنين انا بزود اللف اسمه بوزيتيف سوبر كويل لو لفيت في عكس اتجاه لف دنين بقلل اللف ده اسمه نيجاتيف سوبر كويل مين فيسيولوجيكال
نيجاتيف سوبر كويس. طب تعالى وريني بقى هتلف ازاي. والله يفرق لو لينير عن لو سيركلر. تعالى نشوف مع بعض. لو لينير انا بلفه بطريقتين. في طريقه اسمها تورويدال كويل. اكتب جنبها بقره. بالجام مش بالقاف يا بارز. بقره. بقره. اللي ايه؟ بقره. به كاف ره ته مربوطه. بقره. بقره خيل. انت مش عارف البقره. يا اللي عارف لا انجلش ولا عربي يا بايظ. ايه؟ ماشي يا اخويا. بكرة. يقول لك بكرة الخيط دي عبارة عن ايه؟ حتة كرتونة كده وملفوف عليها ولا بتاع 100 متر خيط. اهو بالطريقة دي ملفوف كده. فبالاخر البكرة بتاع الخيط دي طولها كام؟ 10 سنتي 8 سنتي. بس حواليها ملفوف كام؟ 100 متر خيط. ده اسميه تورويدال كويل. فكلمة تورويدال كويل بجيب بروتين واروح لافف حواليه سيادتك ال دي ان ايه كانه بالظبط زي بكرة الخيط. فسميته تورويدال كويل. اللي بعدها اسمها انتر ووند كويل. اكتب جنبها ضفيره. ضفيره. ضفيره ماشي. في فرق جدوله. حاضر عينيا. ضفيره. بيحصل ايه سيادتك في الجدوله ولا الضفيره دي؟ يقول لك الدنيا بص معايا. يو كروس اوفر اند اندر سيلف. يو كروس اوفر اند اندر سيلف. يو كروس اوفر اند اندر سيلف. يعني يلف حول نفسه زي الضفيره بالظبط. لا مش بص ولا حاجه. ده اسمه انتر ووند كويل. البنوين تعرف الكلام ده كويس. لو البنوته فرحانه بشعرها وراح تسرحها كده هتلاقيه طويل لغايه هنا مثلا. لو عملته سيادتك ضفيره ولا جدوله هتبقى اقصر جاي عند كتفها. ايه راح فين؟ ما هو لف في الهواء. الله. الضفيره دي بيلف ايه؟ في الهواء. فدايما الشعر اللي معمول ضفيره اقصر من الشعر اللي ايه؟ الستريت وليز. فده سيادتك معنى كلمة انتر وورد كويل. يبقى يا اما ترويدل بلفه حواليه بروتين يا اما انتر وورد بعمله ايه؟ بعمله ديفير. طب سعادتك لو هو سيركلر الفه ازاي؟ بص على دي بقى. انا عندي اهو سيركلر ديني اهو. ده سيركلر ديني. يقول لك على حسب انت بدات تلف ازاي؟ لو بدات الف كلوك وايز اهو لفيت ازاي؟ كلوك وايز. يعملت حاجة اسمها رايت هاندد سوبر كويل او رايت هاندد سوبر هيليكس. او ممكن ابدأ الف اهو انتي كلوكوايز. لو لفيته انتي كلوكوايز ده اسمه ليفت هاندد سوبر كويل او سوبر هيليكس. الاوتكم في الاخر واحد. يعني الشكل النهائي واحد. بس على حسب انت بدأت تلف ازاي. بدأت الف كلوكوايز اسميه رايت هاندد سوبر كويل او سوبر هيليكس. بدأت الف كلوكوايز يبقى اسمه ليفت هاندد سوبر كويل او سوبر هيليكس. عندك سطرين كده في الاخر يقول لك اليو كاريوت. عارف كلمه يو يعني لا يو يعني حقيقي وكاريوت يعني نواه. فاليو كاريوت يعني الكائنات حقيقيه النواه زي احنا يعني زي الهومن. عندهم سيركلر دي في مكان واحد بس هو ميتوكوندريا. لكن كلمه برو كاريوت برو يعني قبل او بدايه. فبروكاريوت يعني بداية النواة ده البكتيريا. الكائنات بدائية النواة الديني بتاعها كله بيبقى ايه؟ سيركولار. ده في حتى كمان حتة كده اسمها بلازمت هناخدها قدام شوية بتبقى برضو سيركولار. يبقى اليوكاريوت السيركولار دي ايه؟ بس بالميتوكوندريا. لكن البروكاريوت اللي هي بداية النواة زي البكتيريا يبقى كل اللي عندها عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيركولار دي. تعالى بقى عنوان قصة طويلة. انسى انسى يا عم انسى يا عم. النهاردة يوم طويل. استراكشر اوف كروماتين اند الكروماتين. لا اجمد معايا شوية كده. صلاة صلاة. كان زمان وجبر. ده انت بعد بنت تجيني نايم اصلا. مش عارف بتاكل ايه بره ولا بتشرب ايه؟ تديني بقى نايم. احنا بنصلي بس. هنصلي كلنا يا اخويا. هنصلي بس. في الاخر ما بنخش الجامع. لا والله بخش الحمد لله. ايه القصه؟ الكروماتين. والكروماتين. في ناس عندنا في الكليه مش عارفه تفرق بين الاثنين. وساعات ناس تتعامل مع الكلمتين كانهم مترادفات.
يعني الكروماتين هو الكروماتين لا في فرق. عشان نعرف الفرق ده انا هبص على الخلية في وقتين مختلفين من عمرها. مرة هبص عليها وهي ريستيك يعني نان ديفايدنج، ومرة هبص على نفس الخلية بس وهي ديفايدنج. يبقى هبص على الخلية في وقتين من عمرها، مرة ريستيك نان ديفايدنج ومرة وهي ايه وهي ديفايدنج. لو بصيت على الخلية وهي ريستيك وجبت لايت مايكروسكوب ميكروسكوب ضوئي عادي وبصيت على النيوكليس ولا اشوف اي حاجه ولا اي حاجه ولا الدموع، بس انا في عيني ودماغي ناشفه قلت هشوف يعني هشوف. رحت خدت سياسه السلايد ورحت على الكترو مايكروسكوب وبصيت على النيوكليس الاقي ان الدي ان اي وقت الرسم متوزع في جميع انحاء النيوكليس بصورة نتورك يعني شبكة of fibrils and fibers. فايبر ليفا، فايبرل لويفا، وشكله شكل beaded thread. thread يعني خيط، beaded يعني خرز، زي الخرز في الخيط، زي beads on a string، زي السبحة ده بالظبط. في عندي عقد والعقد دي ماشي ايه ماشي عليها خط. الشكل ده المنظر ده من الدي ان ايه اللي بيظهر وقت الرسم بسميه كروماتين. يبقى ما هو الكروماتين؟ هو الدي ان ايه في الريستنج نون ديفايدنج سيل انفيزبل. يعني ايه انفيزبل؟ ما بيتشافش غير مرئي باللايت مايكروسكوب، وبيتشاف بالالكترون مايكروسكوب بصوره ايه نتورك اوف فايبرز اند فايبرز، وشكله زي بيتس اون ا سترينج يعني خرز في خيط او بيد تريد في هذا الشكل. الشكل ده اسمه كروماتين. لو بصيت على النيوكليوس والخليه ديفايدنج قال لك هلاقي ان الدي ان ايه حصل له كوندنسيشن. يعني ايه كوندنسيشن؟ اتكتل اتجمع على بعضه وعمل المنظر ده اللي اسمه كروموزوم. والكروموزوم ده عباره عن تو كروماتيد شابكين مع بعض، فالشكل اللي اسمه كروموزوم والشكل اللي اسمه كروماتيد بشوفوش في اي وقت، اشوفه فقط لو خليه ايه ديفايدنج. يبقى عرفت الفرق ما بين كلمه كروماتين وكلمه كروماتيد؟ الاثنين دي ان ايه بس شكلهم مختلف ووقت ظهورهم مختلف. لو دي ان ايه في خليه ريستنج هيبقى عامل ايه كروماتين، وهيبقى متوزع في كل النيوكليس نتورك اوف فايبرنت اند فايبرز. لكن لو الخليه ديفايدنج الديني يتكتل ويتجمع ويحصل له كوندنسيشن ويديني هذا المنظر اللي اسمه كروموزوم. والكروموزوم الواحد كام كروماتيد؟ اثنين كروماتيد. عشان كده لو انت عايز علم، لو انت عايز ساينس، يعني الكروموزوم ده مش الاماونت اوف الدي بتاعي، ده الدي ان ايه بتاعي بس دبل الضعف. الضعف ليه؟ هيحصل ديفيجن. يبقى الكروموزوم ده مش كله بتاعي، انا بتاعي نصه، انا بتاعي كروماتيد منه بس الكروماتيد ده عمل واحد زيه بالظبط. ليه زيه؟ عشان الخلايا انقسمت. فالكروموزوم مش كله بتاعي، انا بتاعي نصه. الكروموزوم ده يمثل الدي ان ايه بتاع جسمي بس ايه دبل الضعف. يبقى عرفنا الفرق بين كلمه كروماتين وكلمه كروماتيد. لو دي ان ايه في خليه ريستين هيبقى في صوره كروماتين، لكن لو ديني في خليها ديفايدين يبقى في صورة ايه كروماتيد. طب سواء كروماتين او كروماتيد مكون من ايه؟ الاستراكشر بتاعه ثلاث حاجات احفظهم زي اسمك. اول حاجة سنجل دي ان ايه موليكول، حتة الديني ايه طبعا هو فيه كروماتين ولا كروماتيد من غير ديني. وعندي نوعين من البروتين، واحد يسمى هيستون بروتين والتاني يسمى نون هيستون بروتين. تعال نبدا بالهيستون بروتين. لو اوصف الهيستون بروتين اصحى يا بايظ اصحى يا بايظ يا فاشل يا حقير، هسميه بيسك بروتين بيسك وريتش ان بيسك امينو اسيد. لو هو بيسك بروتين يا واد رد عليا يا بايظ، لو هو بيسك وريتش ان بيسك امينو اسيد يبقى عليه تشارج بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طب هو الدي ان ايه البايظ اللي جنبه
علي شارجي نيجاتيف مش اسمه دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد. يعني دي بايزين بس الشاطرين يعملوهم ايه؟ يعني اسيد. طب ليه اسيد؟ ايه اللي مخلي الدنيا اسيد؟ فوسفات. طب اديني عقلك اللي عندك كل مره اديني عقلك انا جيت عليك قوي بسرعه. اديني انت عقلك لو عايز الف الدي ان ايه اللي عليه نيجاتيف حوالين بروتين الف وحوالين بروتين في نيجاتيف ولا بوزيتيف اكيد. ولو لفيت الدنيا حوالين بروتين في نيجاتيف ريبالشن ريبالشن. لكن الستون ده في ايه؟ في بوست ده بيزك بروتين وفي بيزك امينو اسيد وعليه بوست بتشارج. فلما اجيب الدي ان ايه اللي على نيجاتيف يقربوا من بعض ويحبوا حوالين بعض ويحضنوا بعض ويحبوا بعض. اخلص يا بوش. يبقى الهيستون بيزك بروتين ريتش ان بيزك امينو اسيد. زي مين البيزك امينو اسيد؟ زي مين انت؟ قرر اعترف. لايسين وارجينين وسنين اتفرجوا ام سي كيو. هيقول لك ام سي كيو هيستون از ريتش ان وان اوف ذا فولوينج امينو اسيد. اختار حاجه من دول لايسين وارجينين وسنين. طب بيشبك فين الهيستون؟ بيشبك في الدي ان ايه ات ذا ماينور جروب. اكتب عليها برضو ام سي كيو. يقول لك هيستون از اتاتشد تو دي ان ايه ات ذا ماينور. مش لما خدنا يا بايز يا فاشل الماينر والميجر قلت بيشبك فيهم بروتين ومين السوبر كولينج وكمان ريجوليشن وجين اكسبريشن. يبقى سعاده الباشا الهيستون بيشبك في الماينر جروب. مهم في ايه؟ قال لك مهم في السوبر كولينج بيساعد في لف الدنيا. كمان بيعمل ريجوليشن للجين اكسبريشن. هي مش عليك بس انا افرح لو انت فهمتها من اولادك. دلوقتي لو الدي ان ايه لافف حوالين الهيستون بالطريقه دي هل كده يسهل ولا يصعب ان اعمله ترانسكريبشن؟ يصعب طبعا. صعب. يعني اوصل له ازاي اصلا؟ اوصل للجين بتاعي ازاي؟ دول لافين حوالين بعض جدا. فلو عايز سيادتك اوصل للجين انا بعمل حاجه اسمها اسيتيليشن للهيستون. احط عليه اسيتيك اسيد. هو الاسيتيك اسيد ده عليه شارج ايه؟ نيجاتيف. وحطيته على الهيستون اللي عليه الشارج ايه؟ بوزيتيف. انا عملت ايه في التشارج اللي على الهيستون؟ سحبته. عملت ايه في السوبر كولينج؟ قللته. يبقى فكيت الدي ان ايه. يبقى يسهل الوصول للدي ان ايه واعمل له ترانسكريبشن. يعني لو الهيستون عليه تشارج بوزيتيف كتير مش هقدر اعمل ترانسكريبشن. ده الدي ان ايه لافف بقوه حوالين الهيستون. لكن لو عايز الدي ان ايه ده اوصل له اروح حاطط على الهيستون اسيتيك اسيد اسيتيك اسيد اسيتيك اسيد. اروح مقلل سيادتك البوزيتيف تشارج اللي على الهيستون. لما اقلل البوزيتيف تشارج اللف ده يقل ولما اللف يقل الدنيا يتفرد. اروح واصل له واعمل له ايه؟ ترانسكريبشن. يبقى الهيستون ليه وظيفتين سوبر كويلينج وممكن اعمل بيه ريجوليشن للجين اكسبريشن عن طريق ان اصعب او اسهل الوصول للدي ان ايه. صح يا زك؟ يبقى ممكن يريجوليت الجين اكسبريشن. كم نوع من الهيستون عندنا؟ قال لك خمسه اتش 1 و اتش 2 و اتش 3 و اتش 4 و اتش 5 صح؟ لا مش صح. انا عندي اتش 2 اي اتش 2 بي. يبقى خمس انواع في اتش 1 في اتش 2 اي وفي اتش 2 بي وفي اتش 3 وفي اتش 4. كل شيء سبحان الله ليه سيمبل يونت. يقول لك السيمبل يونت اوف كروماتين او كروماتيد يسمى نيوكليوزوم. الوحده البنائيه للكروماتين او كروماتيد تسمى ايه؟ نيوكليوزوم. النيوكليوزوم دي مكونه من حاجتين. اول حاجه كور بروتين. يعني كور لوبه او بداخل كور بروتين. ايه اسم تاني حلو قوي قوي قوي؟ هيستون اوكتامر. يعني اوكتا تمانية. يبقى كور بروتين اللي اسمه هيستون اوكتامر. حوالين الكور بروتين ده بيبقى فيه لفه وثلاث ارباع لفه من الدنيا 1 and 3 quarter turn of the name. لا ركز معايا الموضوع جامد قوي 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 قوي. انا بقول كور بروتين اللي اسمه هيستون ايه؟ اوكتامر. ده عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن H2A H2B H3 و H4. عايز تكلم معاك؟
واحد اثنين ثلاثة أربعة دول أربعة. هم اللي زي أكتر قالك عندي منهم تو كوبيز عندي منهم نسختين. بص معايا بص معايا أي أدي 2A وأدي 2B وأدي 3 وأدي 4 دي نسخة. الثانية ساعة أدي 2A وأدي 2B وأدي 3 وأدي 4 ده اللي اسمه سيادتك كور بروتين ده اللي اسمه هيستون أكتمال. حوالي بقى بالأحمر اهو بلف الدنيا عندي أنا لفة كاملة أدي لفة كاملة وثلاث أرباع لفة من الدنيا. الشكل ده المنظر ده هو اللي اسمه نيوك ليوزوم. يبقى السم اليورك يا ابراهيم اسمها نيوك ليوزوم حتى الكور بروتين اللي اسمه هيستون ايه اوبتمر ده عبارة عن نسخة ولا نسختين من H2A و H2B و H3 و H4 حواليها يزيد كام لفة 1 3/4 turns of LDA. بس في سؤال ازاي النيوكليوزومز دي تشبك مع بعض ازاي النيوكليوزوم تشبك فوقتها النيوكليوزوم. بص على الرسمة دي انا ارسم الكور بروتين بالاسود اهو ده الكور بروتين بالاسود وارسم الديني بالاحمر والديني ملفوف حوالين كور بروتين يا ساعة لفة وثلاث ارباع لفة وثلاث ارباع لفة وثلاث ارباع لفة وثلاث ارباع بهذا الشكل. ازاي النيوكليوزوم تشبك مع بعض قال لك بيشبكوا مع بعض بحته الدي ان ايه اللي في النص دي حته الدي ان ايه تسمى لينكر دي ان ايه اسمها لينكر باللينك التو نيوكليوزومز مع بعض او سبيسر دي ان ايه ليه اسمها سبيسر بتملى السبيس ما بين التو نيوكليوزوم ولازم يا ساره على اللينكر دي ان ايه احط طابع البوستة وطابع البوستة يسمى اتش 1 هيستون. اشهر سؤال ام سي كيو يقول لك هل اتش 1 هيستون از بريزنت ان ذا كور بروتين؟ لا هل الاتش 1 في الكور؟ لا اللي في الكور 2A و2B و3 و4 امال فين اتش 1 على اللينكر دي ان ايه ان بتوين النيوكليوزومز وبعض. عارف الشكل قدامك ده هو ده البيدز اون استريتنج هو ده الخرز في العقد هو ده يا باشا الخيط بتاعي هو الدي ان ايه والخرز هو ايه الكور بروتين فده هو البيت ثريد ده البيت اون استرينج الخيط هو الدي ان ايه والخرز هو مين هو الكور بروتين. كل الموضوع تاني يعني ايه كلمه كروماتين ده الدي ان ايه في النون ديفايدنج سيل يعني كلمه كروماتيد ده الدي ان ايه في الديفايدنج سيل وحصل له كوندنسيشن ده او ده مكون من ايه ثلاث حاجات سنجل دي ان ايه موليكول حته الدي ان ايه اللي بلفها حوالين البروتين كمان هيستون بروتين ونان هيستون بروتين بتكلم يا حبي على هيستون بروتين وبقول هو اسيديك ولا بيسك بروتين بيسك بروتين وريتش ان بيسك امينو اسيد فعليه تشارج بوزيتيف فبلف حواليه الدي ان ايه اللي عليه تشارج نيجاتيف حلو الكلام بيشبك الزبريج جروب صح لا لا يا بايس ماينر ماينر وظيفتين يا اما سوبر كويلينج اوف دي ان يا اما ريجوليشن اوف جين اكسبريشن كام نوع في عين العدو خمسه اتش 1 2A 2B و3 و4 السمبل يونت اوف الكروماتين او الكروماتين تسمى نيوك اخشى ما اخشى اخشى ما اخشى يا واد يا احمد يا بايس تلخبط ما بين النيوك ليوتايد والنيوك ليوزوم والنبي والنبي يا جدع والنبي ما تصبرش النيوكليوتايد هي السمبل يونت اوف النيوكليك اسيد دي نيتروجينس بيس مع بنتوز مع فوسفيت لكن النيوك ليوزوم هي السمبل يونت اوف كروماتين او كروماتين ودي عباره عن كور بروتين حواليها حته دي ان ايه ده الحته اللي مرفوعه دي يقول لك 140 بيس بير لوحدها فالنيوكليوتايد شيء والنيوكليوزوم شيء تاني النيوكليوزوم ده بروتين حواليه ملفوف حته من الدي ان ايه طب النيوكليوزوم دي عباره عن ايه قال لك كور بروتين اسمها تاني هيستون ايه اوكتامر تو كوبيز قول معايا كده اوف اتش 2 اي اتش 2 بي اتش 3 و اتش 4 حواليها كام لفه لفه وثلاث ارباع من ايه تقريبا 140 بالبير ازاي النيوكليوزوم تشبك مع بتاع النيوكليوزوم بحته دي ان ايه تسمى
لينكر او سبيسر 60 بالنسبه مش ممكن الارقام طبعا على اللينكر دي احط طبع البوستر اسمه اتش 1 يبقى هل اتش 1 في الكور بروتين كلا وحاشه اتش 1 على اللينكر دي ما بين النيوكليزوم وبعضها والشكل ده هو البيس اون استريك هو ده الخرز في الخيط مين الخيط دينا ومين الخرز الكورنو وصلنا يا جماعه طيب عايز كلمه صغيره على الكروموزوم ايه الكروموزوم ده قال لك الكروموزوم مكون من تو سيستم او تو ايدنتيكال كروماتيد يعني اثنين كروماتيد زي بعض بالظبط انا قلت لك واقع الامر ان عندي واحد منه بس الكروماتيد بتاعي حصل له الدبلنج الضاعف ليه عشان بيدي بيت التو كروماتيد اللي بتنام شابكين مع بعض في نقطه تسمى سنترومير اسمها يا جماعه سنترومير تستغرب لو قلت لك ان سنترومير دي بليتش ان اي تي بسبت تستغرب لو قلت ان سنترومير ريتش ان اي تي بسبت هو مين اضعف اي تي ولا دي سي اي تي كتير ولا حاجه بسيطه كتير مش انتوا خدتوا ايام الميتوزس ان سيادتك في حاجه اسمها ميتوتك سبندل بتشبك وتشد عشان تقسمه نصين فلما اجي اقسمه نصين احسن لي اقسم حاجه فيها اي تي ولا اقسم حاجه فيها جي سي جي سي فالسنترومير مليان اي تي ليه اي تي ضعيف وعشان ضعيف سيادتك ايه اقدر اقسمه بسهوله لما اجي اعمل ميتوزس فيها اكثر ليش يقول لك ذا اند اوف ذا كروماتيد نهايه الكروماتيد الديل بتاع الكروماتيد اسمه تيلومير يبقى نهايه اي كروماتيد يسمى ايه تيلومير الديل بتاعه اسمه تيلومير وده بيبقى ريتش ان ميني ريبيت thousands of repeat الاف الريبيت كلها تي تي اي جي 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 تي تي اي جي 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 وهذه الريبيت نون كودينج عارف يعني ايه كلمه نون كودينج ما تعملش كودينج يبقى اثنين كروماتيد شابكين مع بعض في سنترومير ده اللي اسمه كروموزوم ونهايه اي كروماتيد اسمه يا علا تيلومير وريتش ان ميني ريبيت كلها ايه تي تي اي جي جي وده نون كودينج والتيلومير ده ليه اهميه خاصه لما ناخد الريبليكيشن غدا ان شاء الله فاصل ونواصل 10 دقايق بالملي بالدقيقه وهبدا 10 دقايق